باب الحياة، برنامج أسبوعي نتناولوا فيه أخبار الملاعب وجديد عالم الرياضة، أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى، نتائج الدورية المحلية والبطولة العالمية، وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة. عيش سبور في استاد الحياة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 راديو الحياة فيم للصحة، أو اللي يتابعوا فينا على 3w.الحياة فيم.net. أكيد لقاء جولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا الكوت ديفوار 2023 تجمع بين المنتخب البوتسواني والمنتخب الوطني التونسي. منتخب تونس كان انتصر في الجولة الأولى والافتتاحية على غينيا الاستوائية 4-0. في المقابل المنتخب المنافس منتخب بوتسوانا كان انهزم أمام المنتخب الليبي في ليبيا 0-0. مباراة الجولة الثانية المنتخب التونسي يتحول إلى بوتسوانا لملاقاة المنتخب البوتسواني، حاليا 15 دقيقة لعب والتعادل السلبي 0-0. بالنسبة لتشكيلة المنتخبين، المنتخب التونسي في المرمى بشير بن سعيد، علي العابدي على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى علي معلول، في محور الدفاع المنتخب التونسي ثنائي بير العيفة منتصر الطالبي، في وسط الميدان ثلاثي عيسى العيدوني محمد علي برمضان، في رأس بالعربي وثلاثي الهجوم عصام الجبيلي سيف الدين الجزيري ونعيم السليتي. هذه التشكيلة الأساسية اللي اختارها مدرب المنتخب التونسي جلال القادري. بالنسبة لتشكيلة المنتخب البوتسواني، في المرمى فوكو كونوي، كابوي، تايلاند يكوو، موجولو، جونسون، ديستلي، مابايي، ميتسو كوبير، سيكان يانغ، أوريبوني وسيسناي. هذه تشكيلة المنتخب البوتسواني، قلت 16 دقيقة لعب والتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. لحد الآن مستوى متوسط، لعب منحصر في وسط الميدان بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. كالعادة في التعليق على هذه المباراة باش يرافقني بعد قليل المحلل الفني السيد علي خليل. أكيد مباراة من أجل الانتصار الثاني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي من أجل البقاء في الصدارة، باعتبار تونس في رصيد 3 نقاط صاحبة المنتخب الليبي. المنتخب التونسي في المركز الأول، فرق الأهداف الذكورة للمنتخب الوطني التونسي علي معلول أو نعيم السليتي نزل محافظ على الكرة، يوزع على المستوى القائم الثاني والحارس يتألق، ممتاز الكرة التوزيع وعلى الطائرة التسديد من فراس بالعربي والحارس ينقذ مرمية فوكو، ينقذ المرمية من هدف أول بالنسبة للمنتخب التونسي إلى حدود دقيقة 17. نعيم السليتي وزع على المستوى القائم الثاني دور رقابة فراس بالعربي، تسديد والحارس يتصدى ينقذ مرميه من هدف محقق للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة من جديد نعيم السليتي، نعيم السليتي يربح المخالفة، يربح المخالفة والإنذار، الإنذار الأول بالنسبة للاعب المنتخب البوتسواني على ما يبدو جونسون اللي تحصل على الإنذار الأول. المنتخب التونسي اللي دخل بقوة، الحكم محمد التوماني من جزر القمر يرفع الانذار الاول في المباراة في دقيقة 18. قلت المنتخب التونسي كاد ان يفتتح النتيجة منذ دقيقة 16. نعيم السليتي يوزع على المستوى القائم الثاني والتسديد على الطائر من فراس بالعربي والحارس يتصدى. هذه كرة من جديد للمنتخب التونسي والمخالفة، مخالفة مرة اخرى للمنتخب التونسي قريبة للحارس المنتخب البوتسواني فوكو كونوي، تبعد حوالي 27 متر على يمين الحارس منتخب البوتسواني أمام الكرة. نعيم السليتي وكذلك علي معلول اللي يرجع في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي. نعيم السليتي أو علي معلول ثنائي أمام الكرة، الحكم ينب على جدار المنتخب البوتسواني في 19 دقيقة لعب. نعيم السليتي على معلول وترجع من الدفاع مرة أولى، ودائما الكرة للمنتخب التونسي. عصام الجبيلي، عصام الجبيلي، عصام الجبيلي من جديد للمنتخب الوطني التونسي،
والكرة ما زالت للمنتخب، الكرة في ظهر الدفاع تمشي طويلة رويدا رويدا، ضربة مرمى للمنتخب البوتسواني. 19 دقيقة لعب، 24 ثانية والتعادل السلبي 0 مقابل 0 بين المنتخب البوتسواني والمنتخب التونسي. المنتخب يلعب أمام جماهيره مطالب الانتصار باعتبار الهزيمة الأولى خارج الديار أمام المنتخب الليبي هدف مقابل 0، والمنتخب التونسي يطمح من أجل العودة بنتيجة إيجابية باعتبار المنتخب انتصر في اللقاء الأول في رادس 4 أهداف مقابل 0. كرة تعود للمنتخب البوتسواني، المدافع سيكون يانغ ترجع كل المنتخب التونسي الهجوم المعاكس في راسه تتقص من المدافع من جهة ترجع للمنتخب التونسي في راس بالعربي والعارضة التسديد والعارضة مرة أخرى نفس اللاعب في راس بالعربي. فرصة ثانية تصطدم الكرة على قائم فرصة الهدف للمنتخب التونسي، سحب التسديد للمرة الثانية على التوالي في راس بالعربي المنتخب التونسي قادر على افتتاح النتيجة أمام المنتخب البوتسواني. تقريبا الفرصة الأولى دقيقة 16 تصدي الحارس، وبعد 4 دقائق دقيقة 20 تسديدة والكرة تصطدم بالعارضة الأفقية للحارس فوكو، ترجع الكرة من جديد للمنتخب التونسي. بلال العيفة، بلال ينتظر المساندة، بلال ينطلق بالكرة يلا مع جبيلي من جديد برمضان ويربح المخالفة، يربح المخالفة يلعب بسرعة الكرة للمنتخب التونسي. نعيم السليتي محافظ على الكرة يسدد، ترجع الكرة في الدفاع مرة أولى مرة ثانية للمنتخب التونسي من جديد. 1-2 يرجع الكرة لوسط الميدان منتصر الطالبي علي معلول تتقص له الكرة، ترجع من هجوم للمنتخب البوتسواني، هجوم المعاكس حذاري من الهجومات المعاكسة وللمهاجم سيسانيا ومازال محافظ على الكرة يوزع وترجع للمنتخب التونسي مرة أخرى والهجوم المعاكس. نعيم اللاسليتي يلعب الكرة مع علي معلول عصام جبيلي يدور بالكرة، عصام جبيلي ينطلق، عصام الجبيلي يفتح الزاوية لكن تتقص له الكرة من كوبير من جديد، ترجع للمنتخب البوتسواني. على ما يبدو صعوبات كبيرة قاعد يلقى فيها المنتخب التونسي بسبب أرضية الميدان، على ما يبدو أرضية الميدان سيئة، يعني الكرة اللي قاعدة أكثر من مرة مش كما قاعدين نشاهدوا في الصورة، نحن كما قاعدين نشاهدوا في الكرة اللي قاعدة أكثر من مرة عدم التحكم بالنسبة للاعبية المنتخب التونسي أو المنتخب البوتسواني. يعني كنجيو نركزوا على المباراة وكذلك على أرضية الميدان كما قاعدين نشاهدوا، يعني عصام الجبيلي عدم التحكم في الكرة والمخالفة الأخيرة لمنتخب البوتسواني. تقريبا 22 دقيقة لعب والتعادل السلبي 0-0 بين المنتخبين، كرة ستعود من جديد للمنتخب البوتسواني في انتظار إعادة الصورة من جديد والتماس لصالح المنتخب البوتسواني في مناطق المنتخب الوطني التونسي. عيسى العيدوني هو اللي خرج الكرة، عملية التغطية والتماس للمنتخب البوتسواني. جونسون يلعب الكرة بسرعة مع المهاجم أورونو بي من جديد يدور بالكرة، المنتخب البوتسواني اللي بدأ يصعد للهجوم، التوزيع حذاري وتمشي الكرة للحارس بشير بن سعيد ياخذ الكرة، قلت بدأ ياخذ الثقة في النفس، بدأ يصعد للهجوم المنتخب البوتسواني باعتبار المنتخب التونسي هدد هذا المنتخب في زوز كرات اخرها كرة على القائم، والمنتخب البوتسواني اللي بدا رويدا يصعد للهجوم، ترجع الكرة للمنتخب التونسي. منتصر الطالبي ينتظر المساندة، منتصر الطالبي من جديد عيسى العيدوني مع علي معلول يلعب مع نعيم السليتي يربح التماس يخرجها موشي غالالولي، يخرج الكرة للتماس للمنتخب الوطني التونسي في توقيت 23 دقيقة لعب، 37 ثانية والتعادل السلبي 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب بوتسواني. الحكم كان رفع انذار وحيد، الحكم محمد الثماني من جزر القمر بالنسبة للاعب المنتخب البوتسواني. هذه كرة في ظهر الدفاع للمنتخب التونسي، الحارس فوكو كنوي يأخذ الكرة قبل لاعب المنتخب التونسي عصام جبيلي، ترجع للظهير الأيمن المنتخب البوتسواني. المنتخب التونسي اللي صعد للهجوم
وإصابة لاعب المنتخب التونسي. الحكم يعطي الأسبقية للمنتخب البوتسواني. الحذيري يصعد من الجهة اليسرى، سيكانونغي يوزع حذيري والحارس، حذيري من الهدف الأول والحارس مرة أولى ومرة ثانية وتخرج للركنية. حذيري قلت من الكرات اللي في ظهر الدفاع اللي تشكل خطر كبير، هفوة أولى في دفاع المنتخب التونسي. كاد المنتخب البوتسواني أن يفتتح نتيجة، وتصدي الحارس بشير بن سعيد ينقذ المرمى، وفي مرة ثانية يحط الكرة المدافع في الركنية، الركنية الأولى لمنتخب البوتسواني في توقيت 25 دقيقة لعب، والتعادل 0-0. هذه الركنية على يسار الحارس بشير بن سعيد، يوزع على المستوى القمر الثاني، ترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، والكرة للمنتخب البوتسواني لكن تصطدم بجدار دفاع المنتخب التونسي، ومرة ثانية الهجوم مازال المنتخب البوتسواني في توقيت 25 دقيقة لعب، والتعادل 0-0 بين المنتخبين، بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. التعادل 0-0 اكيد سعلي، 25 دقيقة لعب، التعادل لحد 0-0. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك ومرحبا بجمهورنا على الحياة اف ار. المنتخب اليوم تخلى بقوة، بادر بالهجوم، ما جلسي ما تطفرش، ما قعدش يستنى في فترة جلسة النبض. منتخبنا اليوم تخلى بتشكيلة أكثر هجومية من مباراة تونس اللي لعبها هنا ضد فريق غينيا. تخلى بأربع مدافعين، زوز أظهرة وزوز في المحور، وتخلى بزوز فقط، كان يلعب ثلاثة ارتكاز ولا يلعب زوز ارتكاز، هو بالرمضان والعيدودي، ثم تخل معناها بزوز وسط أجنحة السليتي وفراس بالعربي وزوز مهاجمين في نفس الوقت، يعني جزيري وجبالي، فالنزعة الهجومية في المنتخب هي أكثر، وبدرنا وجاتنا زوز فرص عن طريق فراس بالعربي، وإن شاء الله ربي يوفقه معناتها الفرص القادمة يسجلها. الحاجة اللي نقدر نقولها أنا توا بصراحة مانيش عارف، أنا تشكيلة يغير في 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 خط الدفاع ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية، ما بينهم أربع أيام، نغير ثلاثة لاعبين، نغير الغندري ونغير الظهير الأيسر علي معلول، ونغير معناها العابد يردوا على اليمين، يتسمى تغيير. إذا في تونس ما عندناش مش قادرين باش نخلقوا ظهير أيمن، عندك تايجر، إذا ما عندكش تايجر تشوف ظهير أيمن دوميتي فيكس، ما نقعدش نراوهم في هذا. هذا منتخب مش تاع ترويم، منتخب نحب واحد مش يلعب لي القدام، ما نحب جيب منا رد منا، يعني ثلاثة تغييرات يتسميها في خط الدفاع في على أربعة، نغير ثلاثة صراحة كبيرة برشا هذي، ولا تغتفر، هذا خطأ كبير من الناخب الوطني، على أربعة مدافعين غير ثلاثة، ثلاثة مراكز مع البيفوات، كان يلعب ثلاثة غير رد مزوز، مغير واحد على اثنين، يعني عد اسمه العدودي ودخل بالرمضان. الخط الهجوم غير زوز جاعبين، اذا نقول له النفس خلى سليتي على اليسار وخلى فراس بالعربي على اليمين، غير جبالي وغير معناها الجزيري، معناها فما خمسة تغييرات على عشرة برشا برشا. اذا مش نعمل تغيير اثنين والله معقول، اما كل مره مش نقعد نفرفشها كيما هكا، هذه تسمى التغييرات، تسمى تفرفيشه كبيره برشا. انا تقديراتي هكا مش معقول، نغير لاعب اثنين ثلاثه نحافظ على نفس المراكز. نحن مرفت، نحن الشعب التونسي كل الناس كل تتكلم، بلاتويت تتكلم على الغندري اقنع وشد بلاست وبدا يخدم وبدا يريتمي وبدا يطلع، انا هو المنتخب في العالم يكون عنده واحد اكسيال باهي يقعد يغيره كل مره، رتح فيه مش ترتيح، بالعكس يلعب يرتاح، قد ما يلعب الراحة متاعه مش في الراحة البدنية، الراحة النفسية، الراحة منتالمو، قد ما يلعب قد ما ياخذ خبرة أكثر، وقد ما ياخذ نضج أكثر، وقد ما يولي مرتاح في مكانه، ويولي مرتاح مع صاحبه. هذه هي راحة اللاعب، راحة اللاعب مش كترتح وتحطه ما تلعبوش. تعود الكرة للمنتخب البوتسواني، 29 دقيقة لعب، التعادل السلبي 0-0 بين المنتخب الوطني التونسي
والمنتخب البوتسواني. المنتخب التونسي كذا نقاط انتصار في الجولة الأولى على منتخب غينيا الاستوائية بأربع أهداف مقابل صفر. المنتخب يتحول إلى بوتسوانا من أجل العودة بنتيجة إيجابية. المخالفة للمنتخب البوتسواني قريبة من خط التماس، والحارس البشير بن سعيد اللي يعطي في آخر التوجيهات بالنسبة لجدار دفاع المنتخب الوطني التونسي حذاري وحذاري جدا من الهجومات المعاكسة للمنتخب البوتسواني. تسديد وترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، ارتباك من المنتخب التونسي والكرة تخرج. حذاري قلت من الارتباك في دفاع المنتخب الوطني التونسي. 30 دقيقة لعب ربع ساعة على نهاية الشوط الأول، والتعادل السلبي 0-0 بين المنتخبين. الكرة ستعود بتماس للمنتخب التونسي. علي معلول ينفذ الكرة، منتصر الطالبي يرجع بدور علي معلول الظهير الأيسر للمنتخب التونسي. علي معلول ينتظر المساندة من جديد، 1-2 ترجع له الكرة علي معلول لمنتصر الطالبي. لحد الآن المنتخب التونسي مازال ما لقاش الحلول بالنسبة للناحية الهجومية، واللاعب منحصر في وسط الميدان إلى حد الآن مستوى أقل من المتوسط في شوط أول قبل ربع ساعة على نهاية الشوط الأول. كرة تعود للمنتخب التونسي، كرة كما جات يبدل الظهير الأيمن لعلي العابدي، ترجع الكرة لخط الدفاع المنتخب البوتسواني في وسط الميدان، تتقص الكرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي. يربح المخالفة أمام أنظار الحكم الجزر القمر محمد التوماني، يقول مخالفة للمنتخب الوطني التونسي لارتكب المخالفة. موتيسي كوبير ترجع الكرة للمنتخب التونسي، والتوزيع ولا ركنية؟ الركنية للمنتخب التونسي تقريبا الثالثة. نعيم السليتي يتحصل على الركنية للمنتخب التونسي في 31 دقيقة لعب، والركنية الثانية تجي على يمين الحارس فوكو حارس المنتخب البوتسواني. نعيم السليتي باش يتولى تنفيذ الركنية. نعيم هل تأتي بالجديد؟ هل تكون الثانية ثابتة في شباك بوتسوانا؟ نعيم السليتي وزع على المستوقف الثاني، ترجع الكرة كما جاءت من الحارس بالبوكس، ترجع للدفاع مرة أولى ومرة ثانية للمنتخب البوتسواني، وتخرج الكرة ما تخرجش، ترجع للمنتخب التونسي. نعيم السليتي دور بالكرة يوزع على المستوى القائم الأول، ترجع مرة ثانية للدفاع المنتخب البوتسواني. يربح المخالفة المدافع منتخب البوتسواني مباي، يربح المخالفة. قلت المنتخب التونسي قادر على احداث الفرق شرط التركيز، خاصة في ال 18 متر الاخير كل الكرات اللي تمر على نعيم السليتي، علي معلول وكذلك فراس بالعربي تشكل خطورة كبيرة على دفاع المنتخب البوتسواني. لحد الان دون فرص تذكر للمنتخب البوتسواني ما عدا كرة واحدة وتصدي ناجع لبشير بن سعيد. المنتخب التونسي قادر على احداث الفرق. هذه كره للمنتخب البوتسواني، الهجوم المعاكس جونسون يبدل اليسار كان اسبق منه المدافع كما جات علي العابدي، يخرج الكره رويدن دون عنوان ياخذ الكره قبل ما تخرج التماس. الظهير الايسر جونسون يلعب الكره بدوره للاعب ارتكيز ميتسوي، يرفع الكره في ظهر الدفاع حذاري واش يقول الحكم؟ تسلل حذاري من الهجومات المعاكسة، وتسلل ضد خط هجوم المنتخب البوتسواني، والكرة ستعود للمنتخب التونسي. ذكر بالتوقيت 33 دقيقة لعب، التعادل السلبي 0-0 ما عدا انذار وحيد رفع الحكم محمد التوميني لمنتخب البوتسواني. الهجوم المعاكس للمنتخب التونسي مازال محافظ على الكرة، ترجع من جديد نعيم السليتي. سليتي يربح الركنية المنتخب التونسي، الركنية الرابعة في الشوط الأول والثالثة على الجهة اليمنى للحارس فوكو. إن شاء الله تكون ثابتة الركنية هذه مع توصيات كما قاعدين نشاهدوا مدرب المنتخب الوطني التونسي جلال القادري. الركنية للمنتخب التونسي أول مرة هذه في رسم العربي، كرة ثنائية نعيمة لسليتي يلعب دوره علي معلول، علي يوزع على المستوى القائم الثاني، والكرة البرة تخرج قبل ما يخلط عليها عيسى العيدوني. محاولة كرة تخرج البرة
وضربة مرمى للمنتخب البوتسواني. قلت لحد الآن السق متقطع بطيء جدا دون المأمول بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. لحد الآن ما شكلش خطر كبير المنتخب البوتسواني، مع عدا كرة واحدة يلعب في على الهجمات المعاكسة ويلعب في ظهر الدفاع. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، مبدأ السلام علي العابدي للحارس بشير بن سعيد بدوره منتصر للطلبي. كرة تدور في المحور، ثنائي المحور في هذه المباراة يتكون من بلال عفا منتصر للطلبي، بلال اللي يعوض نادر الغندري، ونلقاو على الجهة اليمنى علي العابدي اللي يعوض محمد دراجر بسبب الإصابة. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، لكن أطول الكرة تمشي تماس للمنتخب البوتسواني. وكذلك محمد علي برمضان ياخذ مكان فرجاني سيسي في التشكيله الاساسيه، عصام جبلي لاول مره في التشكيله الاساسيه، وسيف الدين الجزيري مكان طايسين الخنيسي، نلقاوه كراس حربه في المباراه. ترجع الكره بخطا للمنتخب البوتسواني في مناطق قريبة الخط وسط دائره وسط الميدان، والخطا اللي ارتكبه عيسى العيدوري. الحكم قريب من كل العمليات، الحكم جزر القمر محمد التوميني اللي أعطى خطأ للمخالفة للمنتخب البوتسواني، يؤمر المسعفين من أجل إسعاف اللاعب اللي سقط في الميدان رقم 7 سيكا نيانغ. هذا هو لاعب الارتكاز نيانغ اللي يربح المخالفة الأخيرة. إلى حد الآن نزلوا 10 دقائق لعب على نهاية الشوط الأول، والتعادل 0-0 سالم. تعادل ايجابي تسمى مع تونس بالحق، قاعده تساهم وقاعده تتحرك وقاعده تنشط على المستوى الهجومي. جات فرصه بوتسوانا، فرصه خطيره جدا، لكن ما حتى تونس جات فرص وقاعده تخدم. هذيك هي المواجهه، مره عندي مره عندك، لكن ان شاء الله المنتخب التونسي يبادر هو بالتسجيل ونسجلوا، والمنتخب قادر باش يسجل. ديما نرجع ونقول بصراحه حتى لو كان فزنا راه المباراه اليوم ما يمنعش يكون الملاحظات اللي قلناها حول التشكيله ملاحظات هامة جدا. راه منتخبات في العالم ما تغيرش برشا، راه توا مش وقت تغيير، انت توا وقت نتاع تنشيط هجومي، نتاع فكرة كروية، نتاع اسلوب كروي. ما نقعدش كل مرة نبدل انا 4-5 جوارات 6-7 جوارات، قال شنو هاني نجرب في الجوارات الى متى نقعد نجرب؟ توا يا خويا مش نجربوا نفيكسيو نمبر دو جوار بيان ديتيرميني ونخدموا المنظومه التكتيكيه نتاعك، وتخدم الاسلوب نتاعك وتخدم الانيماسيون نتاعك. اما مش نقعد كل مره نجي نكلم نقول والله نجرب في اللاعبين، هاو العاب حطوا على اليمين او حطوا على اليسار، معقول هذا؟ والله الماتش اللي فات اضطراري لعبتوا على اليمين من اليسار حاولتوا على اليمين، معقول؟ اما توا الماتش الثاني تعبتوا معناها على اليمين، ايش معناها تغيير اضطراري؟ انت توا ما عندكش في تونس تغيير ايمن؟ ما هو سؤال يتسأل، انت تو ما عندكش حتى حل انت. وهذه هي التخبط، انا راه تو منتخب بالطريقه ذي ما نوصلوا لحتى شيء، وماناش معناها قادرين باش نخرجوا ظهير ايمن، راه مش مهاجمين، راه ولا وسط ميدان ولا صانع العاب. اذا مشنا قادرين باش معناها نفيكسيو رواحنا على ظهير واثنين، فبصراحة مش تولي أزمة فنية كبيرة وسط على المستوى الإطار الفني. 38 دقيقة لعب، التعادل السلبي 0-0 بين المنتخب البوتسواني والمنتخب التونسي إلى حد الآن دون فرص تذكر، خاصة في العشرة دقائق الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول. تقريبا زلوا 8 دقائق على نهاية الشوط الأول دون احتساب الوقت الإضافي، والتعادل 0-0. قلت 10 دقائق أخيرة منذ قليل المنتخب التونسي اللي نزل النسق، والمنتخب التونسي يلقى في صعوبات كبيرة في تجاوز دائرة وسط الميدان. المنتخب البوتسواني اللي بدأ يصعد رويدا للهجوم، ترجع الكرة بتماس للمنتخب البوتسواني، اللاعب موشي جوالولي يلعب الكرة بسرعة ترجع للمنتخب التونسي في وسط يدور الكرة عصام جبيلي في ظهر الدفاع سيف الدين الجزيري، يربح التماس سيف الدين الجزيري. الضغط يولد الأخطاء، ولا تماس رقم 4 موشي جوالولي لاعب المحوري يحط الكرة في التماس للمنتخب التونسي قريب الخط زاوية الركنية بسرعة. نعيم السليتي ممتاز يدور بالكرة، يوزع المستوى القام الثاني، والدفاع في مرة أولى ومرة ثانية ومازال اختار للمنتخب التونسي. ممتاز الكنترول، هو الركنية الخامسة للمنتخب التونسي
قلت الضغط يولد الأخطاء، ارتباك كبير في دفاع المنتخب البوتسواني، كياد المنتخب التونسي يشكل خطر كبير. والركنية، الركنية الخامسة المرة هذه بالعربي في رأس الساق اليسرى، هل تأتي بالجديد قبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول؟ في رأس بالعربي يوزع على مستوى القائم الأول وترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، تمشي للحارس المنتخب التونسي وترجع علي معلول. علي معلول بدل لليمين لعلي العادي، لكن يخرج الكرة تماس لصالح المنتخب البوتسواني. ترجع من جديد للظهير الأيسر تاتايوي دي توهوكي، اللاعب منتخب البوتسواني مازال محافظ على الكرة، ينتظر الموساندة، يلقى الحل مع الحارس فوكو. فوكو كيما جات الكرة ترجع للمنتخب التونسي بتماس للمنتخب الوطني التونسي. قلت الضغط على حامل الكرة يشكل ضغط على الدفاع والأخطاء، ترجع الكرة للمنتخب التونسي في وسط الميدان، ترجع من جديد الحكم يواصل اللعب في وسط الميدان، ترجع للمنتخب البوتسواني. ديتسلي يبدل اتجاه الكرة، ترجع للمحور من جديد لجونسون للحارس فوكو. فوكو مازال محافظ على الكرة، ينتظر الموسين، يرجع الظهير الأيسر لموشو جولوي من جديد، يبدل الكرة في ظهر الدفاع، يوزع لكن ترجع من بلال العيفة كما جت الكرة. جزيري لكن تتقاسم منه من محور الدفاع، مازال محافظ على الكرة الظهير الأيسر ممتاز، ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي. 1-2 للمنتخب التونسي والحوارات الثنائية، وفي الأخير يربح الكرة. مخالفة للمنتخب التونسي، علي العادي يربح المخالفة للمنتخب التونسي. بل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول دون احتساب الوقت الإضافي، والكرة تعود للمنتخب التونسي. بشير بن سعيد دوره يلعب مع منتصر الطالبي، منتصر الطالبي بلال العيفة يعمل الترويض، بلال يلعب الكرة في وسط الميدان في رأس بالعربي. بالعربي والحكم يقول ما فما شيء، ترجع الكرة للمنتخب التونسي من جديد. حذاري حذاري حذاري، والحارس حذاري قلت من الهفوات، والحارس يخرج الكرة تمشي تماس لصالح المنتخب البوتسواني. قلت حذاري من الارتباك بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي وإصابة لاعب المنتخب في رأس بالعربي، إن شاء الله يقوم لباس. واحتجاج من مدرب المنتخب التونسي جلال القادر على التدخل الأخير على اللاعب المنتخب التونسي في رأس بالعربي، وحكم يعني يتوجه للمسعفين من أجل الدخول إسعاف اللاعب في رأس بالعربي. قلت سعلي أنه محور الدفاع المنتخب التونسي فما ارتباك في اللحظات الأخيرة. والله الارتباك جاء ما بين المحمر وما بين محور الدفاع ومن الأطراف والنص، الحقيقة ما فماش انسجام، فماش كرة تخرج نظيفة، كرة تخرج في العمق وقت اللي يلزم تخرج على الأطراف. أو بلا العيفة حط الكرة عاد الكرة للطال، معناتها للطال بغادي، معناها مش معقولة، جاب فوت أجريسي غادي، فما 18 رجل غادي، 8 جواريات 16 رجل، كيفاش تحط الكرة؟ تخرج كرة على عادي، تخرج كرة على علي معلول، تخرج على الأطراف، عندهم لاعبين الأطراف. هنا نرجع ونقول التغييرات الكبيرة خلت قلة الثقة مثلا في العيفة في العابدي، ما فماش تفاهم، ما فماش انسجام. بعد اللي كل مرة تعمل تشكيلة كل مرة تغير، مش تخليه يضطر اضطراري العيفة يلعب في الكرة للطالبي في النص، والكرة ممنوعة تخرج هكاك، صدقني ممنوعة في الكرة القدم، كرة تخرج على الأطراف تتبني على الأطراف وتخرج على الأطراف، تتريون كيلاسيون تبدأ على الأطراف، انت خارج الكرة شنو معناه؟ شوف راو كيصير تغيير وحيد في منتخب يقلق برشا، فما بالك بخمسة تغييرات. هذيك علاش أنا توا المرة ذي بصراحة للأمانة وقت اللي القادري من نهار الأول شكرناه، وأنا في البلاتو هذاك وأنت تقول كيفاش ونشكره فيه ونعاودو، اليوم القادري خارج على النص، فما حاجات مانيش عارف أنا، لكن اليوم خمسة تغييرات على مستوى الأربع مدافعين، ثلاثة تغييرات مش معقول نهائي. ما يعملهاش أن ديبيتون، تعطيه وليد مونترولور صغير تعطيه ايكول المينيم، يعملش تغييرات هذيه في اربع تغييرات على مستوى على اربع مدافعين غير ثلاثه، يمس تروا بوست تروا ثلاثه مراك، بالطبيعه ما تصيرش انسجام، ما تخرجش الكره نظيفه، ما تخرجش الكره لاتيرال، تصير اغلاط، تصير بالادفيرسير شويه ماركينا بونتو ما بين الطالبي ما بين، مش معقول.
هذه الركنية السادسة للمنتخب التونسي دقيقة على نهاية الشوط الأول دون احتساب الوقت الإضافي. بالعربي كالعادة باش يتولى تنفيذ الركنية في راس بالعربي 44 دقيقة لعب 0-0 بين بوتسوانا وتونس. في راس بالعربي وزع على المستوى القمة الثاني والبر الكرة. فرصة خطيرة للمنتخب التونسي. عصام الجبالي ضيع الكرة، كاد المنتخب التونسي أن يفعلها قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة. توزيعة من فراس بالعربي يصعد فوق الجميع دون رقابة. عصام الجبيري بالرأس يحط الكرة البرة بجانب الأخشب. الكرة ضائعة، قلت المنتخب التونسي قادر على افتتاح النتيجة لكن الكرة ضائعة بال 30 ثانية على نهاية الشوط الأول دون احتساب الوقت الإضافي. إن شاء الله ما ندموش على الكرات الضائعة بالنسبة للمنتخب التونسي. قلت قادر المنتخب التونسي على أحداث الفرق بالنسبة في الكرات الثابتة، كل الكرات الثابتة، كل الحوارات الثنائية للمنتخب الوطني التونسي. يعني بلغة النقاط المنتخب التونسي متقدم على المنتخب البوتسواني زوز دقائق كوقت بديل بالنسبة للحكم محمد الثوماني اللي أضافهم بالنسبة للمباراة. قلت بلغة النقاط المنتخب التونسي متقدم على المنتخب البوتسواني. فرص بالجملة تقريبا 3 فرص للمنتخب التونسي ضائعة أمام المنتخب البوتسواني مقابل فرصة واحدة للمنتخب البوتسواني واضحة. ترجع تميس من جديد للمنتخب البوتسواني، ترجع للمنتخب الوطني التونسي علي معلول كما جيت ارتباك مرة أخرى في دفاع المنتخب التونسي. منتصر الطالبي، عيسى العيدوني، ترجع للمنتخب البوتسواني حذاري للمنتخب البوتسواني. الحكام يقولنا فما شيء، ترجع للمنتخب التونسي بالرمضان. بالرمضان يلعب في ظهر الدفاع من جديد للمنتخب التونسي، يدور بالكرة ترجع من جديد، فما حد فماش مخالفة للمنتخب التونسي ممتاز. وترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع يقص الكرة جونسون والهجوم المعاكس للمنتخب البوتسواني. دقيقة على نهاية الشوط الأول، حذيري ولا تسلل، ولا تسلل، عودة من التسلل من سيكان يانغ المهاجم. كرة بسرعة على المنتخب التونسي برمضان يلعب نعيم السليتي. نعيم السليتي الهجوم المعاكس للمنتخب التونسي. نعيم السليتي دور بالكرة بيظهر للدفاع عصام الجبالي. عصام الجبالي والحارس ياخذ الكرة، الحارس أسبق من عصام الجبالي ياخذ كرة قبل تقريبا 32 ثانية على نهاية الشوط الأول والتعادل 0-0. كرة تعود للحارس فوكو بدوره لموشي الظهير الأيسر، مازال محافظ على الكرة يلعب مع المهاجم لأورينيو بي. نوبي من جديد ترجع لوسط الميدان مبامبي. باي يرجع للوسط من جديد يدور بالكرة أمامه جبيري يربح المخالفة أمامه الجبيري. الحكم يعطي الأسبقية الهجوم المعاكس للمنتخب البوتسواني. ديتسلي يدور بالكرة يرجع للوسط خط وسط الميدان ينتظر المساندة. وانتو يلعب بالكرة قصيرة ترجع له الكرة من جديد وتتقص الكرة يربح التميس. يربح التميس المنتخب التونسي مع الضغط اللي فرضه عصام الجبيري. وفي هذه الآونة الحكم محمد الثوماني يعلن على نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. سعلي تقييمك في 45 دقيقة أولى. تقييم أول حاجة التشكيلة رفوار لا كونسيبسيون جينيرال نتاع التشكيلة نتاع الماتش الاول والماتش الثاني. معناها بالضبط فما حاجات صارت، 5 تغييرات، 3 تغييرات على 4 في الدفاع، تغيير على 2 في الزوز ارتكاز، وزوز تغييرات على 4 في الـ في الـ في, الـ في المهاجمين. يعني زوز مهاجمين جبالي والجزيري معناها هبطوا دو نوفو، سليتي وفراس بالعربي مستقرين. على مستوى التشكيله برشا حديث يتقال وبرشا حديث يزمو، معناها لازم شويه تركيز. نبدأ لك من الدفاع باش نبداو من الدفاع ونحط طالعين للاتاك. علي العابي شوفني المره الاخرى على اليسار وبعض كمل على اليمين واليوم شوفني على اليمين. نحب نفهم شنو المقصود، شنو معناها ما عندناش ظهير ايمن، معناها اذا بتايجر مش موجود ما عندناش ظهير ايمن يغير تغيير واضح نتاع تايدر دراجر مع نتاع دراجر. يا ربي اذا ما عندناش مشكل يلزم انت ما في تونس كامل ما تلقاش ظهير ايمن، مش معقول ما عندكش بديل، مش معقول. هذه حاجه ما نجموش نقبلوها.
في المحور زاد نادر الغندري يغيب بالعفة من عفة الغندري بصراحة بيصدر. الغندري الغندري باين لو قيمنا الغندري لو قلنا شنو الحاجات الإيجابية والحاجات السلبية نتاع الغندري لو حبينا نعطيه كلمة في الغندري شنو نقوله نقوله علامة جيد جدا لكن شنو احتياجات الغندري شنو يحب الغندري شنو طالب الغندري شنو نحن كيفاش الغندري نستفيد منه شنو المطلوب المطلوب يلعب المطلوب ياخذ خبرة المطلوب يرتاح قد ما يزيد مباريات رسمية قد ما يرتاح وقد ما يتكون وقد ما يولي نتهنى أنا على البوست ذاك أنت اليوم تلعب وغدو ما تلعبوش هذه مشكلة يزمك تحدد اختياراتك وتكون ترانشان عيفة دوزيام عيفة دوزيام ما نقول خاطر العيفة إلا بزوان دوكا دو ماتش والغندي إلا بزوان دو ماتش الزوز لعبين نفس عدد المباريات تقريبا اخترت الغندري والغندري أفضل بالحق اختيار سليم كان الغندري مباشرين خلي الواصل الغندري الغندري لازم يتنسجم مع الطالبي لازم ينسجم هو مع روحه يرتاح الغندري لو ما كانش يلعب في المحور راو جبناه من الارتكاز احتجناه في المنتخب ولا خلي يلعب مباريات في المحور خلي ياخو خبرة فما تغيير آخر محمد علي برمضان في وسط الميدان ياخو مكان في الجني الساسي برمضان والساسي عادي برمضان مكانه ساسي مكانه عادي أما أنت هناك يتغير برشا مشكلة كبيرة يزمك تثبت به أنت تو جيت المهاجمين أنت تو عندك زوز معناها الجزيري أوكي الجزيري إلا كونفيرمي ولا بزوان دو ماتش زيادة يزمو يلعب راهو ويزمي ماركي إجبالي والله تعمل بيه معناها تغيير والله تدخلوا شو ثاني دخلوا ربع ساعة دخلوا ربع والله معقول وانت كتلعب جبالي والجزيري وتنحي جوار تيتولير لابزوان الخنيسي اللي انت دخلت به الماتش اللي فات على اساس مش يكون اساسي عندك ومش تبدا به ايه معناه انت تو حرقته الخنيسي ما انا با بزوان مادام تليته وبنكته على التروازيام ولا تو وانت تا بزوان دا سور ممكن اتاكون انت تو بالضبط انا نحس كون فما تذبذب كبير برشا على مستوى الاختيارات في التشكيل حسب رايك انت اني اللي رايي انا تو الراي يلزم عنا نحن ما عندناش لاعبين كبار برشا ما عندناش انشوا كبير برشا يلزم نثبت على تشكيله ونخدم اون بون انيماسيون ونخدم السرعه في الانيماسيون ونخدم معناها تحسين المنظومه ما نقعدش انا نبدل ونبدل بالجمله ونبدل بالشكل هذا وبالكيفيه هذه هكاك ما ننجحوش اليوم المنتخب مباراة في المتناول نتاعو لو كان ثبتنا 80% من التشكيلة الأخرى كنا نربحوه الشوط الأول ونكون على الأقل هدفين لصفر في الأخر تكهنك في الشوط الثاني بالنسبة لمجريات الساعة للشوط الأول مجريات فما برشا تقطعات فما برشا بالادفيرسير فما كرة فما عدم وضوح خروج الكرة تخرج على الأطراف تخرج الكرة قلت لك من العيفة خارجة للولاد في راس بالعربي معناها وشويه وضربوه شويه الترزينا فيه معناها الكره مشي واضحه الهجمات مشي واضحه السليتي كان افضلهم السليتي بينترا السليتي خرج السليتي رفع في راس بالعربي زاد اقنع زوز فرص زوز شوطات ما وفقوش يا ربي لكن ان شاء الله مع المحاولات سهله باش يسجل واذا سجل مش ينطلق لكن قاعد يؤدي اجبالي ما شفنا وشي برشا واضح فهمت العدودي يركز العدودي اصبح قيمه ثابته واضح سالي نذكر نهايه الشوط الاول بالنسبه بالتعادل 0 مقابل 0 نمشيو نعملوا ترتيح مع الموسيقى ثم نرجع مع بدايه الشوط الثاني رجعنا لكم من جديد في استاد الحياه نذكر نهايه المباراه بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني بالتعادل السلبي 0 مقابل 0 باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول مردود الحكم وتقييم الحكم محمد الثماني من جزر القمر معنا في المباشر سي شكري سعد الله رئيس لجنه المراقبين بالجامعه التونسيه لكره القدم وحكم دولي سابق مرحبا بك سي شكري مرحبا بك عبد الله مرحبا مستمعين الحياه فهم بالخير الكل معك في الاستوديو اليوم مقابله الفريق الوطني التونسي مع بوتسوانا اليوم الحكم ما لقى حتى صعوبه في اداره هذا اللقاء بعد 7 خطأ فعل فراس في الشوط الاول
حكم تغاضى الترف وما عطاش الورقة صفراء وما عطاش حتى الخطأ. وفي الشوط الثاني ثم ما حقوش الحكم وقت يزفروا نهاية المقابلة، يلزم كريتها انت فهمت، لا زفر الكرة عند الفريق الوطني، معناها كانت ماركة رانا ولينا في معناها رو نحى هدف اللي ما يلزموش يتنحى، وبالتالي هنا على الحكم هذه تنقصه في التجربة خاطره مازال جديد. أنا حكم كذا عنده تجربة الوقت فيه وانت مش تلعب التوش، فقط التوش نزفروا نهاية المقابلة. ما عدا هذايا معناها المقابلة كانت سهلة برشا، معناها ما فيهاش حاجات معناها كبيرة ياسر، أخطاء معناها أخطاء تقديرية كهو، معناها متوسط مش هو حكم ممتاز أما فوق المتوسط. العدد اللي يتم إسناده للحكم قد إيش يا شكري؟ 8 على 10. خاطر أقل من 8 واللي مطالب عمل خطأ معناه كبير ياسر. يعني في المجمل فماش أخطاء كبير؟ ما فماش أخطاء تقديرية في عدم معناه تقديره في بعض الأخطاء اللي خلى اللاعب فيها يتواصل، وهو معناه بعض الأخطاء منا ولا من جانب هذا ولا من جانب الآخر. واضح. شكرا لك، واضح، شكرا لك. مرحبا، مرحبا يا خويا. شكرا لك سي شكري، رئيس لجنة المراقبين بالجامعة التونسية لكرة القدم، وأكيد حكم دولي سابق. أكيد باش نعرفوا الآن أذان صلاة العصر حسب مدينة القيروان وما جاورها، ثم نرجع مواصلين في البلاتو للتحليل على مباراة تونس وبوتسوان. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام اللي يسمعوا فينا على 93.3 راديو الحياة فهم للصحة، واللي يتابعوا فينا على 3W بوان الحياة فيم بوان نت أكيد، واللي يتابعوا فينا على الصفحة الخاصة للفيسبوك صوت وصورة شوت أول. ذكروا بي نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني، وبداية الشوط الثاني دقيقة منذ بداية الشوط الثاني دائما التعادل 0-0 مع أول تغيير بالنسبة للمنتخب التونسي، دخول فرجاني ساسي وخروج عصام الجبيلي بالنسبة لمدرب المنتخب التونسي جلال القادري، مع أولى الركنيات للمنتخب الوطني التونسي فراس بالعربي. المنتخب التونسي اللي دخل بقوة مع بداية الشوط الثاني، 47 دقيقة لعب الركنية الأولى للمنتخب التونسي فراس بالعربي. إن شاء الله المنتخب التونسي ينجح في افتتاح النتيجة، إن شاء الله النجاعة يلقاها في الشوط الثاني المنتخب التونسي كما لقاها في المقابلة الأولى أمام غينيا الاستوائية رقم 9 كالعادة. لعب المنتخب التونسي فراس بالعربي باش يتولى تنفيذ الركنيه للمنتخب التونسي، تجي على يمين الحارس المنتخب البوتسواني فوكو. هذه الركنيه ننتظر تنفيذ الركنيه، والحكم محمد التوميني ينبه على جدار المنتخب البوتسواني. الركنيه على المستقام الثاني والدفاع مره اولى منتخب البوتسواني، ترجع من جديد للمنتخب التونسي. قص الكره نعيم السليتي فراس بالعربي، فراس بالعربي يوزع على المستوقف الثاني والحارس، كرة سهلة للحارس فوكو، يلعب الكرة بسرعة للظهير الأيسر مباي يرجع للمحور من جديد للظهير الأيسر، كرة قصيرة للمنتخب البوتسواني، تتقص الكرة للمنتخب التونسي وسط الميدان. فرجاني ساسي يلعب نعيم السليتي، نعيم ينتظر المساندة، نعيم فرجاني ساسي أمام زوز لاعبين تتقصلوا الكرة في وسط الميدان، الهجوم للمنتخب البوتسواني من جديد. مبايي يبدل اليمين لجونسون، ممتاز يفسخ اللاعب الأول، يرجع من جديد اللاعب رقم 7 نيونغ ترجع لفرجاني ساسي، لكن الكرة ترجع للمحور الدفاع المنتخب البوتسواني لموشي جوالو للظهير الأيسر من جديد. تايوي ترجع للمحور، كرة قصيرة بالنسبة للمنتخب البوتسواني، هذه كرة طويلة في ظهر الدفاع، مونتيز ترجع من منتصر للطالبي لكن أسبق منه مهاجم منتخب البوتسواني، ياخذ الكرة زال محافظ على الكرة، يرجع لديتسلي في وسط الميدان الظهير الأيسر. مباييه يوزع لكن ترجع من الدفاع مرة أولى المنتخب التونسي فراس بالعربي، يربح المخالفة، يربح المخالفة، تدخل من الخلف من اللاعب رقم 12 جونسون يرتكب المخالفة على اللاعب المنتخب التونسي
فراس بالعربي، التدخل من الخلف على ما يبدو ربما يتكلف انذار حسب الإعادة، إذا كان فما إعادة للصورة تدخل من الخلف من اللاعب جونسون على فراس بالعربي. قوم لبيس ترجع المخالفة للمنتخب الوطني التونسي، باش يتولى تنفيذها بلال اللعيفة. بلال يلعب بسرعة منتصر للطالبي، منتصر للطالبي من جديد للفرجاني، فرجاني ساسي، الفرجاني ساسي مازال محافظ على الكرة لعيسى العيدوني، عيسى العيدوني يلعب من جديد لبلال العيفة في مناطق المنتخب البوتسواني. من جديد عيسى العيدوني، كرة قصيرة للمنتخب التونسي البحث على الحلول. فرجاني ساسي، فرجاني ساسي تتقص الكرة، حذري جدا مثل هذه الكرات. والفرجاني ساسي انذار، الانذار يرفع الحكم محمد الثوميني على الفرجاني ساسي. فرجاني اللي يدخل مع بداية الشوط الثاني في 5 دقائق يتحصل على انذار حذري من الانذارات والانذارات المجانية يعني في وسط الميدان. كان بالامكان احسن مما كان بالنسبة للاعب فرجاني ساسي، الى حد الان مستوى يعني اقل من المتوسط. اللاعب منحصر في وسط الميدان بين المنتخب البوتسواني والمنتخب التونسي. ان شاء الله يرتفعنا السقف في الشوط الثاني وتتغير النتيجة بالنسبة ان شاء الله للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة لعيسى العيدوني، عيسى العيدوني من جديد كرة للمنتخب الوطني التونسي. منتصر الطالبي، منتصر الطالبي خرج الكرة كما جت بدون عنوان، ترجع للمنتخب البوتسواني في وسط الميدان لديسلي. ديسلي ممتاز للظهير الايسر وممتاز للتدخل، ممتاز للتدخل يربح ضربة مرمى لاعب المنتخب التونسي بعد لمس الكرة الأخيرة من الجناح الأيسر جونسون. ترجع للمنتخب التونسي كما جت الكرة، والكرة تخرج تماس للمنتخب البوتسواني. ترويض سيء من فراس بالعربي، 51 دقيقة لعب، التعادل السلبي أصفار 0-0. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، الهجوم المعاكس. فراس بالعربي، فراس بالعربي يرجع بالكرة ورائية للمنتخب التونسي. فرجاني ساسي، كرة كما جات في اتجاه شكون، الكرة طويلة، طويلة الكرة على نعيم السليتي، تماس للمنتخب البوتسواني، تماس يمشي الظهير الأيمن تاتايوي، الظهير الأيمن من جديد يلعب الكرة طويلة في اتجاه مابايي، والكرة الحكم يقول تماس للمنتخب البوتسواني. ننتظر تماس من جديد في مناطق المنتخب التونسي، قريب الخط التماس من بنك المنتخب الوطني التونسي. الحكم يقول مخالفة، مخالفة للمنتخب البوتسواني أمام الكرة رقم 7 سيكان يانغ أو رقم 2 يتولى تنفيذ المخالفة، ينفذ المخالفة. ترجع من الدفاع المنتخب التونسي مرة أولى ومرة ثانية، ترجع للمنتخب البوتسواني، هجوم المعاكس، ترجع من جديد للمنتخب البوتسواني، لكن غياب التركيز ولا الترويض، عدم التحكم بالكرة، تماس للمنتخب الوطني التونسي اللي قاعد يحاول يلقى في الحلول ويقعد يدرج بالكرة من الدفاع للوسط الهجوم مع التنويع في الهجومات، وخاصة تبادل المراكز بين فراس بالعربي ونعيم السليتي. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، بلال العيفة ينتظر المساندة، بلال العيفة يلعب مع فراس بالعربي لكن أسبق منه الدفاع. ترجع الهجوم للمنتخب البوتسواني، يربح تماس. قلت ترديد الميدان اللي قاعد تشكل في صعوبات كبيرة بالنسبة للمنتخبين التونسي أو البوتسواني. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، تماس من جديد، 54 دقيقة لعب والتعادل إلى حد الآن 0-0. يلعب بسرعة، ترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية للمنتخب الوطني التونسي، قص الكرة الهجوم وعكس. فراس بالعربي، فراس بالعربي شو يعمل بالكرة، مازال محافظ على الكرة، فراس يوزع على المستوى القائم الثاني وتلمس الكرة برمضان لكن أسبق منه، تمشي ضربة مرمى للمنتخب البوتسواني. 9 دقائق في الشوط الثاني والتعادل السلبي 0-0 بين المنتخبين في انتظار التغيير الأول للمنتخب البوتسواني. إلى حد الآن سعلي 10 دقائق لا مرينا، ما زلنا مرينا شيء بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. إذا تذكر فتشكر،
حاجة واحدة كونه صار تعديل شوية على مستوى التشكيلة. جزيري وجبالي ما نشحوشي، خلى الجزيري صخر جبالي، سليتي في راس بالعربي نفس زوز أجنحة واحد اون بوانت، ثلاثة وسط ميدان أصبحوا مع بعضهم. إن شاء الله هنا تولي فما سهولة في الخروج بالكورة وتولي انتقال سليم، فهمتني؟ وإن شاء الله معناها الأمور تمشي أحسن، لكن لحد الآن مازال فما التلكك شوية، مازالت ما فماش وضوح، تمريرات مقطوعة، تمريرات كورة مشي خارجة على الأطراف بشكل سريع وبشكل منظم. نتمنى وكانوا يتحسن مردود المنتخب، وإن شاء الله ونتصور أنا مع الهدف الأول متاع المنتخب مش يتحسن المردود متاعنا ومش ناخذوا ثقة أكثر، خطر توا الحس بالفريق الثقة متاعه ناقصة، الثقة متاعه ناقصة ومهزوز شوية. إن شاء الله معناها نجسموا الفرصة من الفرص اللي جينا ونسجلوا الهدف ويتحسن مردود المنتخب وتولي ثقته عالية، ومعناها ونزيد نسجلوا إن شاء الله أهداف أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. أما الفريق البوتسواني في العموم ما موش فريق الخطير، ما خلف في الشوط الأول آخر الشوط الأول هجمة فحد هجمة فقط جاته، توا لحد الآن 10 دقائق ما ثمش حاجة تذكر، كراته متقطعة، ما عندوش مهاجمين خطيرين، ما عندوش وسط ميدان خطير، لاعبين عاديين، فريق عادي. نحن يلزمنا أن معناها المباريات هذوما نستغلوهم في 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 التنشيط الهجوم نتاعنا والتنشيط معناها الانيماسيون دو ليكيب كامله، ليكيب كامله تكون عندنا انيماسيون، تكون عندنا سرعه في الانيماسيون ونسجل اكثر اهداف باش ناخذ ثقه اكثر وباش انا نتحسن ونثبت اللاعبين نتاعي. هذه مباريات وديه لازم استغلالها على احسن استغلال، تحضرنا لكاس العالم يلزمنا نستفيدوا منها. ان شاء الله الاداء يتحسن بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي ويصعد للهجوم. 56 دقيقة لعب، التعادل السلبي 0-0 بين المنتخب البوتسواني والمنتخب التونسي. تعود الكرة من جديد للمنتخب التونسي، علي العابدي 1-2 ترجع لبلال العيفة، لكن خطأ والهجوم للمنتخب البوتسواني لجونسون يدخل تسديد والكرة تمشي في دين الحارس بشير بنسي. حذاري مثل هذه الأخطاء بالنسبة لخط دفاع المنتخب التونسي اللي تكلف غالية. شفنا منافس متواضع، ربما يكون منافس أقوى شوية من المنافس البوتسواني، يشكل خطر كبير. إن شاء الله المنتخب التونسي يكون مركز أكثر، خاصة في 30 متر الأخيرة لحارس البشير بن سعيد، يعني أي كرة خاطئة في وسط الميدان أو في 25 متر الأخير الحارس بشير بن سعيد بالشكل اختر كبير، اللي أصبح الفريق المنتخب المنافس يهدد المنتخب الوطني التونسي، وترجع الكرة ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي. نحن هذا مناش نخاف كون المنتخب البوتسواني ياخذ ثقة في نفسه أكثر وليهدد فينا تهديد صريح. أخطاء امتعنا توكيم العيفة توا وخطأ مباشر يتفكلوا كرة وتصير هجمة معاكسة على الجهة اليسرى امتعنا، فمشكلة كبيرة نعطيه في الثقة أكثر للمنتخب، ده يخوف الثقة في النفس المنتخب البوتسواني. إن شاء الله المنتخب التونسي يركز خاصة في الكرات اللي تخرج من خط الدفاع للوسط للهجوم. هذا الهجوم المعاكس للمنتخب التونسي، سيف الدين الجزيري ينطلق على الجهة اليسرى، الجزيري ينتظر المساندة، يرجع من جديد للاعب المنتخب العيدوني، يبدل لليمين للاعب العابدي، علي العابدي زال محافظ على الكرة، علي العابدي يربح التماس قريب الخط الزاوية الركنية في 58 دقيقة لعب والتعادل 0-0. إن شاء الله المنتخب التونسي يبقى مركز، إن شاء الله المنتخب التونسي ينجح في افتتاح النتيجة، المنتخب قادر على افتتاح النتيجة أمام منتخب خلينا نقوله إلى حدود 58 دقيقة لعب منتخب متواضع المنتخب البوتسواني. ترجع الكرة للمنتخب التونسي من جديد، علي العابدي يتجاوز اللاعب الثاني، لكن ترجع الكرة والمخالفة يعني ما تجاوزش اللاعب في نفس الوقت يرتكب المخالفة على اللاعب، معناها مذبذب. يعني انت خرجت من المدافع الاول ارفع كرة، خرج كرة روتري صاحبك موجود، تحاول تحب تجبد الثاني والثالث والرابع، ما على العموم هو قاعد ينشط لكن ماهوش ظهير ايمن، ماهوش دوميتيه، ماهوش بروفيسيونيل، ما نستفيدوش منه، يحاول محاولات لكن محاولاته معناها ماهوش سي با ان جوار ان اريير دروا دوميتيه.
واضح، خدمته نظيفة، خفيفة نظيفة، يعمل اللازم فقط. 59 دقيقة لعب 36 ثانية، دائما التعادل السلبي أصفر بين المنتخبين التونسي والبوتسواني، والمنتخب التونسي يبحث على أولى الأهداف في المباراة، وفي المقابل منتخب البوتسواني قاعد يلعب على أخطاء المنتخب التونسي، حذاري من الهجومات المعاكسة. منتخب البوتسواني ترجع من الدفاع من جديد، الحكم يقول فما شيء، ترجع للهجوم المنتخب البوتسواني يسدد، ومرة ثانية تصطدم في دفاع المنتخب التونسي، ترجع للمنتخب البوتسواني، مباي من جديد ترجع له الكرة، مباي يرجع يفتح الزاوية، نيانغ تتقسله الكرة بالرمضان، كما جت الكرة ترجع للمحور المنتخب البوتسواني لجونسون، كما جت الكرة ترجع للمنتخب التونسي، منتصر الطالب. الحكم مش يقول مخالفة، الحكم يقول مخالفة للمنتخب البوتسواني في 60 دقيقة لعب مع احتجاج عيسى العيدوني، حذاري حبوش ناخذوا الانذارات المجانية باعتبار أنه في مرة أولى انذار مجاني للاعب المنتخب التونسي فرجاني سيسي في وسط الميدان، يعني موقع حساس جدا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة من جديد للمنتخب البوتسواني والمخالفة، الحكم اللي يعطيه محمد التوماني مخالفة، 61 دقيقة لعب المخالفة للمنتخب البوتسواني، والجدار الدفاع بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ترجع من جديد للمنتخب البوتسواني بمخالفة، هذا التغيير الثاني بالنسبة للمنتخب البوتسواني، والتعادل 0-0 بين المنتخبين، بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. هذا التغيير، واكيد المنتخب التونسي يسعى من اجل افتتاح النتيجة، والمخالفة للمنتخب البوتسواني، والتعادل 0-0. التوزيع على المستوقف الثاني، ترجع من الحارس، ترجع من الحارس، يربح المخالفة، يربح المخالفة البشير بن سعيد بعد التدخل الاخير، والحكم يأمر المسعفين بالتدخل. سعلي اكيد 62 دقيقة لعب لحد الان، مازلنا مرينا شيء، مازلنا ننتظر في هدف، مازلنا ننتظر في كرة احسن، مازلنا ننتظر في تنشيط هجومي اكثر نجاعة، مازلنا ننتظر في كرة تخرج على الاطراف، مازلنا ننتظر في وسط ميدان يضغط كما ينبغي في افتكاك الكرة في مناطق متقدمة، ما زلنا ننتظر في برشا حاجات ما شفناش الحقيقة اليوم. لا التشكيلة كانت مقنعة، ولا التنشيط الهجومي والدفاعي كان مقنع، يعني تونس نحسها اليوم مقارنة على الأقل بالماتش الفارض ضد غينيا، يعني اليوم تعتبر المباراة غير ناجحة إلى حد الدقيقة 60، إلى حد الدقيقة 60 لم نقنع، ما ريناش حاجة اللي باش معناها نشكرها ولا باش نمدحها ولا باش نشوف. يمكن الشوط الاول كنا افضل، تو لحد الان الشوط الاول زوز فرص او ثلاثه فرص في راس بالعربي وسليتي، اما تو ما رينا شيء، لحد الان ما رينا شيء، ننتظر ان شاء الله، نتمناه ونحن في مردودنا يتحسن، نتمناه معناها نسجل هدف، خلينا نرتاح هنا والشعب التونسي يرتاح ويفرح، وان شاء الله اذا سجلنا الهدف الاول راه مش نجي وراه برشا اهداف اكيد، خاطر المنتخب البوتسواني ما نجمش نقول فيه حتى كلمه، خاطر ما ريناش في ريزيستونس كبيره برشا، ما ريناش حاجه مواجهه كبيره، رينا فريق متواضع جدا، رينا فريق يلعب دفاعيا اكثر منه هجوميا، ما يخوفناش، ما قرصناش، ما ازعجناش، نحن 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 مشكلتنا في رواحنا، مشكلتنا تنشيطنا، وفريقنا اليوم ما كانش معناها بالمردود اللي ننتظره فيه. 64 دقيقة لعب، دائما التعادل السلبي 0-0 بين المنتخب البوتسواني والمنتخب التونسي، كرة تعود لخط الدفاع المنتخب البوتسواني في المحور، جونسون مازال محافظ على الكرة، يبدل من اليمين لليسار للاعب نيانغ، ترجع له الكرة من جديد الظهير الأيسر للمنتخب البوتسواني، ممتاز الدفاع يدخل
يحط الكرة في التماس، علي العابدي يحط الكرة في التماس، تماس للمنتخب البوتسواني. قربنا للدقيقة 20 ودائما التعادل السلبي 0-0 بين المنتخبين. كرة ستعود بتماس للمنتخب البوتسواني، ظهير الأيسر بسرعة لديستيسلي، تعود للمنتخب التونسي من جديد. سيف الدين الجزيري يدور بالكرة، ترجع للمنتخب التونسي، الهجوم المعاكس للمنتخب التونسي. ممتاز مازال محافظ على الكرة برمضان، برمضان يدور بالكرة، مازال محافظ على الكرة، يرجع من جديد عيسى العيدوني، عيسى العيدوني مازال محافظ على الكرة في وسط الميدان، يلعب مع الفرجيني سيسي، فرجيني سيسي، عيدوني ترجع من جديد لمنتصر الطالبي، منتصر الطالبي لليسار لعلي معلول، علي معلول من جديد فرجيني سيسي، نعيم السليتي لكن ما فهموش زميله، ترجع تتقص الكرة للمنتخب البوتسواني، يحط كرة في تماس. ملاحظة أخرى عبد الله، ملاحظة مهمة جدا، اليوم بصراحة ما سمعناش اسم علي معلول. الجهة اليسرى اليوم راقدة شوية، علي معلول ما كانش ناشط، ما تحركش، ما خرجش، ما رفعش، ما وينه معلول مش موجود. إذا كان مرهق أو تعب وعنده إصابة ماذا بيه يرجع العابدي، يرجع يعني أنا نتوقع أنا يرجع العابدي على اليسار ويهبط الغندري والعيفة على اليمين. ممكن يصير توازن أكثر. 66 دقيقة لعب 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني، ترجع الكرة للمنتخب التونسي، كنت تقص الكرة من جديد للمنتخب البوتسواني في المحور، ترجع للحارس فوكو، فوكو من جديد يلعب لوسط الميدان، مابايي، مابايي يدور بالكرة، يلعب مع ظهير الأيسر ميتسوي من جديد، يرفع الكرة في ظهر الدفاع حذاري، ترجع من منتصر الطالبي، عيسى العيدوني من جديد لبرمضان، برمضان مازال محافظ على الكرة، برمضان يرجع لنعيم السليتي، نعيم السليتي ممتاز للمهاجم في رسب العربي، في رسب العربي وزع المستوقع الثاني، ترجع، ترجع من الدفاع مرة أولى ومرة الثانية، الظهير الأيسر مازال محافظ على الكرة لكن الكرة تخرج تماس المنتخب الوطني التونسي، تماس من جديد للمنتخب التونسي، ترجع من جديد علي العابدي، علي العابدي من جديد للمنتخب التونسي، علي العابدي، علي العابدي، نعيم السليتي يدور بالكرة، نعيم السليتي مازال محافظ على الكرة، نعيم السليتي يربح المخالفة، يربح المخالفة نعيم السليتي، قريب خط التماس، الكرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي في مناطق المنتخب البوتسواني. 67 دقيقة لعب، دائما التعادل 0-0 بين المنتخبين، ترجع الكرة للمنتخب التونسي لفراس بالعربي، وهذا تغيير، تغيير بالنسبة للمنتخب التونسي، الياس العاشوري شيخو مكانه بالنسبة لتشكيلة المنتخب الوطني التونسي، مكان فراس بالعربي، الياس العاشوري اللي ياخو مكانه في الدقيقة 68، وكذلك طه ياسين الخنيسي ياخو مكان سيف الدين الجزيري، زوز تغييرات أخرين للمدرب جلال القادري، ثلاثة تغييرات في الجملة مع بداية الشوط الثاني. إن شاء الله المنتخب التونسي ينجح في افتتاح النتيجة، هذه الكرة ترجع من الدفاع المنتخب البوتسواني، ترجع كرة ثانية المنتخب التونسي كما جات، الهجوم والحارس، والحارس ياخذ الكرة، تسديدة رأسية، الحارس فوكو ياخذ الكرة، يسرع الهجمة المعاكسة للمنتخب البوتسواني، حذاري من الهجومات المعاكسة، نيانغ، نيانغ ممتاز، ممتاز التدخل مرة أولى، مرة ثانية، التسديد فوق المرمى، فوق المرمى، التسديد كدي غالة الحارس بشير بن سعيد، اللاعب رقم 15 موتسيي كبير، التسديد كان فتح الزاوية يسدد فوق المرمى، قلت حذاري من الهجومات المعاكسة بالنسبة للمنتخب البوتسواني. 69 دقيقة لعب والتعادل السلبي 0-0، منتصر للطالبي مازال محافظ على الكرة، منتصر للطالبي ينتظر الموساندة، يرفع الكرة طويلة في اتجاه طه ياسين الخنيس لكن أسبق منه المدافع كما جات الكرة، يعمل الترويض، ترجع من جديد للمنتخب التونسي، نعيم السليتي ما فهموش طه ياسين الخنيسي، تمشي للمدافع، تصطدم بالخنيسي، تمشي تماس، تماس للمنتخب البوتسواني،
دائما في مناطقه في 69 دقيقة لعب 22 ثانية. شارع المنتخب التونسي يصعد أكثر للهجوم، ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني علي معلول، يقص الكرة مرة أولى وترجع للمنتخب البوتسواني من جديد في وسط الميدان للمنتخب البوتسواني. لعب المحوري جونسون يلعب مع الظهير الأيسر يدول بالكرة في وسط الميدان، مازال محافظ على الكرة المنتخب البوتسواني. كرة قصيرة للمنتخب البوتسواني في وسط الميدان لموتسيي، موتسيي يرجع للمحور من جديد للمنتخب البوتسواني اللي أصبح يلعب أكثر راحة. كرة قصيرة المنتخب البوتسواني، ترجع الكرة المنتخب التونسي برمضان من جديد يربح المخالفة، يربح المخالفة في 70 دقيقة لعب، 0-20 دقيقة لعب على نهاية المباراة. التعادل السلبي 0-0. ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي من جديد لياسر عاشوري، أو لمس للكرة لبلال العيفة، بلال العيفة، بلال العيفة من جديد لياس أو عيسى العيدوني من جديد، ترجع للمنتخب الوطني التونسي. العيدوني تمشي للحارس البشير بن سعيد، بشير بن سعيد يتولى الكرة، بشير بن سعيد ترجع من الدفاع المنتخب البوتسواني يدور بالكرة مباي. الحكم ايش يقول؟ تماس للمنتخب التونسي، تماس للمنتخب الوطني التونسي في 71 دقيقة لعب. يخرج الكرة سيسني، هذا مريناوش برشا رقم 11، محاصرة لصيقة جدا من منتصر الطلبي للمهاجم أو الظهور في الصورة. ترجع الكرة للمنتخب التونسي كما جات للخنيسي قبل ما تخرج الكرة للمنتخب الوطني التونسي، الهجوم المعاكس من جديد وترجع للدفاع، ترجع من الدفاع يقص الكرة كالعادة يطول في اتجاه موتسيي، موتسيي ترجع كما جات الكرة للمحور جونسون ينتظر الموساندة، يلعب مع الظهير الأيمن مابايي من جديد، كرة قصيرة ترجع للمنتخب التونسي الهجوم المعاكس. نعيم السليتي، نعيم السليتي يلعب مع الخنيسي، الخنيسي الخنيسي وزع وترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع الكرة للمنتخب البوتسواني، يطول الكرة في اتجاه المهاجم أورينوبي، أورينوبي حكم يقول ترجع للمنتخب البوتسواني. بعد تدخل من الياس العاشوري ترجع للمنتخب البوتسواني. العملية الأخيرة في توقيت 72 دقيقة لعب، تدخل منتصر الطالبي ترجع الكرة لصالح المنتخب البوتسواني. أكيد سالي إلى حد الآن مازال 18 دقيقة لعب، المنتخب التونسي اللي أصبح يتصارع المنتخب البوتسواني خذ أكثر ثقة في نفسه وبدأ يهدد الدفاع. ما فماش تهديد كبير برشا، ولكن بدا ياخذ الثقه في النفس وبدا يلعب في الكوره، وهذه مشكله. نحن معناها ما قدرناش نوقفه، ما قدرناش معناها نسجل عليه اهداف باش معناها نرتاح نحن وهو ياخذ، يعرف قدره ويعرف مكانه. معناها شوف العاشوري وقت اللي دخل، العاشوري لاعب تكون في جيفاريش ويلعب في فريق اسباني، معناها لاعب كبير، لكن مازال ما اندمجش، مازال ما دخلش. هو اللي حبيت التغييرات ما تصيرش في خط الدفاع ولا خط وسط الميدان، التغييرات تصير على مستوى العاشوري. لو العاشوري ينجح، لو العاشوري يكتسب خبره، لو العاشوري معناها يدمج مع تركيبه المنتخب، فكون كسبنا لاعب مهاجم من اللي نحن محتاجينه. القادري لو تخلي الدخله بالعاشوري كنت نكون فرحان اكثر، خاطر لاعب كبير ولاعب صغير ومتكون في فريق كبير، واذا هو نجح وتعشق العاشوري فمكسب للمنتخب. ولو عندي 10% باش ينجح يلزمني نعطيه فرصه كامله. والدخله اساسي مش كيما دخله راك احتياطي، راك دخله اساسي تعطي قيمه كبيره برشا للاعب وتعطيه ثقه كبيره برشا. أكيد 74 دقيقة لعب، 16 دقيقة على نهاية المباراة. حذيري من الهجومات المعاكسة، وجه لواجه والحارس ممتاز، الحارس البشير بن سعيد ياخذ كرة مع التغطية من علي العادي. قلت حذيري من الهجومات المعاكسة، كرة في ظهر الدفاع، تدخل وتايمينغ رائع من البشير بن سعيد، ياخذ كرة مع التغطية رائعة من علي العادي، يصبح في خطة ليبيرو، ينقذ الموقف. المنتخب البوتسواني أصبح يلعب بكل أريحية، أصبح يهدد في دفاع المنتخب الوطني التونسي. في الربع ساعة الأخيرة ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني، مابايي، مابايي
يلعب للمهاجم نيانغ. نيانغ من جديد مابايت رجع له الكره، مازال محافظ على الكره في وسط الميدان. المنتخب البوتسواني يبدل لليسار للظهير الايسر جونسون، يوزع في شكل تسديده تمشي البر، تمشي البر، ضربه مرمى للبشير بن سعيد حارس المنتخب الوطني التونسي. في 75 دقيقه لعب، مازال ربع ساعه لنهايه المباراه، والتعادل السلبي 0-0 بين المنتخبين. المنتخب التونسي يسعى من اجل العوده بنتيجه ايجابيه من بوتسوانا بالذات. المنتخب التونسي اللي انتصر في اللقاء الاول 4-0، والمنتخب البوتسواني كان انهزم من المنتخب الليبي 0-1. يعني الفريق المنتخب البوتسواني النتيجه ما تخدموش، خاصه انه منهزم في اللقاء الاول، يلعب من اجل الانتصار. والمنتخب التونسي ربما 4 نقاط تخدمه، لكن مع المردود المنتخب البوتسواني، المنتخب التونسي يعني على الاقل يروح بنتيجه الانتصار، مردود متواضع للمنتخب البوتسواني. المنتخب التونسي اكيد باش يصطدم بمنتخبات قويه في كاس العالم، المنتخب الفرنسي، المنتخب الدنماركي، يعني فرق كبيره برشا بالمردود. هذا المنتخب التونسي واش مش يمشي لبعيد بصراحه، الى حد الان ما شفنا ولا فرصه في الشوط الثاني امام المنتخب البوتسواني. هذا يعني كنترول من اللاعب المنتخب التونسي علي معلول، مخطئ الظهير الايسر، يعني اخطا بالجمله في هذه المباراه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. ما شفناش يعني كرات تخرج سليمه من الدفاع للوسط للهجوم، والتقطع كبير في المباراه. والى حد الان المنتخب البوتسواني اصبح يهاجم، و 76 دقيقه لعب، دائما التعادل 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. ترجع الكره من جديد للمنتخب التونسي، منتصر للطالبي، منتصر للطالبي مازال محافظ على الكره، يطول الكره في اتجاه الخنيسي، ترجع من الدفاع من جديد للظهير الايسر مابايي، من جديد يطول الكره في اتجاه اورونوبي، ترجع من الدفاع المنتخب التونسي قبل ما تخرج الكره علي العاد، يربح المخالفه، يربح المخالفه، يربح المخالفه. 77 دقيقة لعب، يربح المخالفة بل 13 دقيقة على نهاية المباراة، ودائما التعادل 0-0 بين المنتخبين. بشير بن سعيد يتولى تنفيذ المخالفة، بشير بن سعيد ياخذ الكرة، دائما التعادل 0-0 بين المنتخب البوتسواني والمنتخب التونسي. بشير بن سعيد يطول الكرة طويلة في اتجاه طايسي الخنيسي، ترجع من الدفاع نيونغ، نيونغ كيما جات الكرة دائما في وسط الميدان، ترجع للمنتخب التونسي في اتجاه نعيم السليتي، نعيم السليتي أسبق منه المدافع في مرة أولى ومرة ثانية، ترجع للمنتخب التونسي، ترجع من جديد توزيع، لكن ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع، ترجع من فرجاني ساسي من جديد، علي معلول، علي معلول يوزع على المستوى القائم الثاني، ترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية الكرة للمنتخب البوتسواني، الهجوم المعاكس للاعب نيانغ، نيانغ 2-2، المنتخب البوتسواني أمامه يرجع في المتابعة المدافع المنتخب التونسي الياس العاشوري، وترجع للمنتخب البوتسواني من جديد، وترجع للمنتخب التونسي، الهجوم المعاكس للمنتخب التونسي، لكن المدافع يقص الكرة يحطها في التنس، تمس قريب الخط زاوية الركنية، تمس للمنتخب التونسي في 78 دقيقة لعب، والتعادل السلبي 0-0 بين المنتخبين. ترجع للمنتخب التونسي علي العادي باش يطول تنفيذ التماس للمنتخب التونسي، على ما يبدو باش يكون تماس طويل، باش يكون تماس طويل للمنتخب التونسي. 78 دقيقة لعب، علي العادي، علي العادي ينفذ الكرة طويلة، ترجع من الدفاع المنتخب البوتسواني، وترجع من جديد الهجوم المعاكس، مابايي، مابايي مازال محافظ على الكرة للاعب نيانغ، نيانغ الهجوم على الجهة اليمنى، كان الدفاع يعود للمنتخب الوطني التونسي، والتمركز في وسط الميدان، يرجع الكرة للحارس فوكو بدوره للظهير الأيسر جونسون، للجناح لنيونغ يتوغل على الجهه اليسرى، لكن ترجع الكره للمنتخب الوطني التونسي مقطوعه كما جات الكره،
ترجع يعني تقطع كبير في اللحظات هذه بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني قبل 11 دقيقة على نهاية المباراة، ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي في مناطقه من جديد. محمد برمضان، فرجاني ساسي، فرجاني ساسي زال محافظ على الكرة، الفرجاني ساسي علي معلول من جديد، فرجاني ساسي في مناطق المنتخب البوتسواني، تتقص الكرة ترجع من جديد للفرجاني ساسي، نعيم السليتي، نعيم السليتي علي معلول، علي معلول ترجع له الكرة، علي معلول، علي معلول، علي معلول يوزع، علي معلول وتمشي ضربة مرمى، تمشي ضربة مرمى للمنتخب البوتسواني. المنتخب التونسي 10 دقائق لعب مازالوا على نهاية المباراة، يعني نسق بطيء، مردود أقل من المتوسط بالنسبة للزوز منتخبات. مغالبة ننتظر، ما زلنا ننتظر عبد الله، ننتظر يتحسن مردودنا، وننتظر معناه نسجل هدف، وننتظر معناه علي معلول يتحرك أكثر ويرفع لنا شوية، يعمل لنا شوية دي ديبوردمون غوش، ما يرفع ينشط الجهة اليسرى نتاعو. صراحة ما زلنا ننتظر، نحن ما زلنا ننتظر، ما زلنا ننتظر. فمتى الله غالب اليوم حتى بالحق اليوم ما فماش حاجة تذكر فتشكر، ما فماش حاجة مشيت، ما فماش حاجة ناجحة. الله غالب، الله غالب. التغييرات اجي نقول لك، شوف عبد الله راهو في الكورة، يعني من أول اللقاء اليوم قلت لك راهو مش معقول على أربعة نغير ثلاثة، مش معقول على زوز نغير واحد، على ثلاثة على أربعة نغير اثنين، مش معقول. زادة اللي صار اليوم صار معناها ماهوش فكر كروي الحقيقة، ما فماش تنظيم، ما فماش أم ميثودولوجي دو ريفليكسيون صحيحة وسليمة وواضحة. اللي صار اليوم تغييرات بالجملة، تغييرات معناها هامشية، ما تنتظر لها المردود هذا، هذا المردود متاع التغييرات اللي صارت. معناها غير في التشكيلة، غير من الأربعة ثلاثة ثلاثة ولا أربعة أربعة اثنين، غير في كل شيء، ما لقيناش لي روبير متاعنا، ضيع كل شيء، ضيع كل شيء حقيقة. 81 دقيقة لعب، دائما التعادل صفر مقابل صفر، مع الركنية أولى في الشوط الثاني للمنتخب البوتسواني. الركنية في انتظار تنفيذ الركنية ينفذ على المستوى القائم الثاني، وترجع من الدفاع المنتخب التونسي، ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني تسديد، وترجع من الدفاع مرة أخرى، وترجع كرة ثانية للمنتخب البوتسواني. نيانغ، نيانغ من جديد في وسط الميدان، لياس العاشوري، لياس العاشوري، حكم يقولنا فما شيء، ترجع للمنتخب البوتسواني، يسدد فوق المرمى، يسدد فوق المرمى. 8 دقائق مازالوا على نهاية المباراة دون احتساب الوقت الإضافي، التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين المنتخبين. بشير بن سعيد يتولى تنفيذ ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي. بشير بن سعيد ينتظر التقدم زملائه نحو الأمام، ينفذ الكرة تتجاوز دائرة وسط الميدان في اتجاه الخنيسي، ترجع من المدافع من جديد لميتو تسي كوبير، ترجع المنتخب التونسي للهجوم المعاكس في اتجاه الخنيسي، الهجوم للمنتخب التونسي، الكرة الهجوم نعم، السليتي فوق المرمى، السليتي يفتح الزاوية يسدد فوق المرمى، فرصة لنعيم السليتي بعد لمسة من طه ياسين الخنيسي يسدد فوق المرمى. ضربة مرمى في 83 دقيقة لعب، 7 دقائق على نهاية المباراة، صفر مقابل صفر بين المنتخبين. ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني في وسط الميدان، ترجع للمحور جونسون من جديد لكوبير في وسط الميدان، للمحور من جديد لموشي جوالوي في وسط الميدان للمنتخب البوتسواني، بدل اليسار وترجع من الدفاع من جديد للمنتخب التونسي. كيما جات الكرة يخرج، ترجع من وسط الميدان المنتخب البوتسواني من جديد، الظهير الأيسر المنتخب البوتسواني وزع، ترجع اللمسة تسديد فوق المرمى، التسديد فوق المرمى، الترويض من أورينو بي للاعب نيانغي سد فوق المرمى، ضربة مرمى. 6 دقائق على نهاية المباراة، التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين المنتخبين. ضربة مرمى للمنتخب التونسي،
بشير بن سعيد، والتوصيات مازالت متواصله من جلال القادري مدرب المنتخب الوطني التونسي. عيسى العيدون ينتظر المسانده، بلال العيفه مازال محافظ على الكره، بلال العيفه يمشي مع علي العابدي، تتقصل الكره حذيري، كره غياب التركيز والتسرع بالنسبه للمنتخب التونسي، قاعد يخسر في كرات في مناطقه، وقاعد الفريق المنافس ياخو اكثر، يعني قاعد يهدد في مناطق المنتخب التونسي اكثر ثقه. ان شاء الله المنتخب التونسي يعود في الدقائق الاخيره لملاء ان شاء الله يباغت ويفتتح النتيجه. هذه كره مخطئه وترجع تماس للمنتخب البوتسواني، ترجع من جديد للمنتخب البوتسواني قبل 5 دقائق على نهايه المباراه، تماس من جديد على الجهه اليمنى من بنك بودالي. المنتخب البوتسواني يلعب الكره بسرعه طويله في اتجاه كوبير، والتماس من جديد للمنتخب البوتسواني قريب الخط وسط الميدان، وهذا تغيير للمنتخب التونسي. يخرج بالرمضان في انتظار رقم 8 بن سليمان، يدخل بن سليمان في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، او لمس للكرة بن سليمان، لكن بالرمضان والمنتخب التونسي يسعى من اجل افتتاح النتيجة، والى حد الان دون خطورة تذكر، دون خطورة تذكر. انيس بن سليمان اللي خدم مكانه منذ قليل، كرة تعود للمنتخب التونسي من جديد. عيسى العيدوني، عيسى العيدوني علي العابدي، علي العابدي على الجهة اليمنى يلعب الكرة مع العاشوري، الياس العاشوري، الياس مازال محافظ على الكرة، الياس العاشوري يوزع، الياس وترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع مرة أخرى للمنتخب البوتسواني، الهجوم معكس، ترجع للمنتخب التونسي، يقص الكرة من جديد المنتخب التونسي، كرات قصيرة وترجع من جديد المنتخب البوتسواني حذاري، والهجومات المعاكسة، مابايي يوزع بدون عنوان، ياخذها بلال عيفة، ياخذها بلال العيفة، مازال محافظ على الكرة دائما في مناطق المنتخب التونسي. بشير بن سعيد، بشير بن سعيد حذيري، بشير بن سعيد يخرج الكرة، ترجع للمنتخب التونسي من جديد، الهجوم المعاكس، نعيم السليتي، نعيم السليتي يلعب مع علي معلول الظهير الأيسر، يصعد للهجوم علي معلول، علي معلول ينتظر الحلول، علي معلول يلعب مع انيس بن سليمان لكن اطول منه الكره، ترجع من المدافع، الهجوم، الكره في العمق تمشي المنتصر الطالبي، ياخذ الكره بسهوله منتصر الطالبي، انيس او العيدوني من جديد، علي معلول، علي معلول في اتجاه نعيم السليتي، اطول من اللازم، يطول الكره اللاعب نعيم السليتي، تمشي ضربة مرمى للمنتخب البوتسواني. 87 دقيقة لعب، 3 دقائق على نهاية المباراة، 0-0. ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني من جديد، المنتخب التونسي بن سليمان من جديد، علي المعلول، علي معلول، علي معلول، علي معلول، غياب الحلول بالنسبة للمنتخب التونسي، يلعب مع السليتي، نعيم السليتي، نعيم السليتي يدور بالكرة، مازال محافظ على الكرة، نعيم السليتي ينتظر المساندة، نعيم السليتي معلول، والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل، والتماس، والتماس يخرج الكرة، المدافع يحط الكرة في التماس، والمطالبة بمخالفة، لكن الحكم محمد التوماني يقول فماش مخالفة، والتماس للمنتخب الوطني التونسي، نستغل توقف اللاعب سعلي. أكيد المنتخب التونسي في اللحظة الأخيرة بدأ يضغط، ملا تحرك شويه معلول، علي معلول جهه اليسرى نشطها شويه، تحرك، جاب، خرج كورتين، جابوا شويه خطر، يعني كنا نتمناو في الماتش كامل يلعب معلول بالشكل هذا ويخرج وينشط الجهه نتاعو. معلول ما سمعناهوش يا راو، ما ذكرناهوش اسمه راو، معلول توا برك بدا يتحرك، توا برك معلول بدا يتحرك. ف بصراحه شوف الاظهره مهمين جدا في الكره العصريه، والانيماسيون معناها توا اوفنسيف، لازم زوز أظهر يخرجوا، ويخرجوا بانتظام وسيستيماتيكمون ويعطيوك حلول. اليوم الأظهر معلول تحرك الماتش كامل في ال5 دقائق وال10 دقائق الأخيرة، ذا العابدي يتحرك لكن تحركاته سلبية، ماهوش تحركاته ما هيش إيجابية، ما هيش معناها ما تصبش في الفريق، ما رفعش، ما خدمش. تعود الكرة 89 دقيقة لعب، فرصة للمنتخب الوطني التونسي، الهجوم المعاكس من جديد وترجع للمنتخب التونسي. قلت المخالفة الأخيرة والتدخل من الدفاع، المنتخب التونسي
كادي غلط المنتخب البوتسواني باش يرجع الكره بمخالفه للمنتخب التونسي اقل من دقيقه على نهايه المباراه دون احتساب الوقت الاضافي. مخالفه للمنتخب التونسي تبع الدقائق الاخيره بالنسبه للمنتخب التونسي اللي اصبح يضغط في الدقائق الاخيره. ترجع الكره للمخالفه بن سليمان نعيم السليتي. نعيم السليتي سليتي من جديد يلعب مع العيسى العيدوني يوزع المستوى القائم الثاني الهجوم وذي فرصة على العارضة الأفقية للمنتخب التونسي ضايعة. فرصة خطيرة في الدقيقة 89 يعني قبل دقيقة على نهاية المباراة. المنتخب التونسي كاد أن يفتتح النتيجة. تضرب الكرة على العارضة خطير جدا المنتخب التونسي. قلت أصبح يضغط في الدقائق الأخيرة كاد يفتتح النتيجة. ترجع الكرة من جديد للمنتخب التونسي أنيس بن سليمان من جديد عيسى العيدوني. أنيس بن سليمان بن سليمان على المستوى القائم الثاني. ترجع من جديد المنتخب التونسي والدفاع الدفاع يتدخل والهجوم المعاكس للمنتخب البوتسواني. كرة طويلة في اتجاه المهاجم سيكانو نيانغ. نيانغ نيانغ يوزع على المستوى القائم الثاني. ترجع من الدفاع ترجع من الدفاع ترجع للمنتخب البوتسواني. دخلنا في الوقت البديل والتعادل صفر مقابل صفر. كرة للمنتخب البوتسواني يوزع وترجع من الدفاع ترجع من منتصر الطالبي تمس من جديد للمنتخب البوتسواني. 40 ثانية في الوقت البديل والتعادل صفر مقابل صفر والكرة للمنتخب البوتسواني. كرة ستعود للمنتخب البوتسواني. حنبال المجبري باش ياخو مكانه في التشكيلة الأساسية وترجع الكرة للمنتخب البوتسواني من جديد في دقيقة كوقت بديل أكيد. والكرة للمنتخب البوتسواني كرة طويلة وتمشي للحارس تمشي للحارس. بشير بن سعيد ياخو الكرة. بشير بن سعيد ترجع الكرة للمنتخب التونسي. حنا بعد المجري ثلاث دقائق كوقت بديل يعلنهم الحكم محمد التوماني من جزر القمر. ثلاث دقائق كوقت بديل. ترجع الكرة للمنتخب التونسي من جديد والتمس. ترجع الكرة مخالفة للمنتخب التونسي واللحظات الأخيرة مازالوا أقل من دقيقتين على نهاية المباراة والتعادل السلبي صفر مقابل صفر بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني الهجوم المعاكس وترجع للمنتخب التونسي. ترجع للمنتخب التونسي هجوم المعاكس قبل ما تخرج الكرة الهجوم المنتخب التونسي. الياس العاشوري من جديد بن سليمان أنيس بن سليمان عيسى العيدوني. عيسى العيدوني ترجع من جديد للمنتخب التونسي. عيسى العيدوني علي معلول. علي معلول يوزع على المستوى القائم الثاني وتمشي للحارس تمشي للحارس فوكو ياخذ كرة طويلة للمهاجم سيساني كان مازال محافظ على الكرة وترجع للمنتخب التونسي. زلوا 25 ثانية على نهاية المباراة والتعادل صفر مقابل صفر بين المنتخبين. ترجع الكرة مخطئة للمنتخب البوتسواني. مابايي ياخذ الكرة في ظهر الدفاع حذاري من الهجومات المعاكسة والدفاع الدفاع يتدخل في اللحظات الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي والهجوم المعاكس. مازالوا 5 ثواني على نهاية المباراة. هجوم المعاكس المنتخب التونسي أنيس بن سليمان. أنيس بن سليمان يلعب الياس العاشوري وتتقص الكرة للمنتخب البوتسواني. آخر كرة والحكام يعلن على نهاية المباراة. الياس العاشوري والهجوم والدفاع يحط كرة في التنس. حط الكرة في التماس للمنتخب الوطني التونسي. تجاوزنا 3 دقائق لعب في الوقت الإضافي والتعادل صفر مقابل صفر. ترجع الكرة للمنتخب التونسي بتماس جديد للمنتخب الوطني التونسي مع إصابة لعب المنتخب البوتسواني. أكيد سالي المباراة مش تمشي نحو التعادل السلبي. انتهت المباراة والدقيقة انتهت الوقت القانوني وثلاثة دقائق انتهى. الحمد لله خرجنا لاباس بلاش اصابات الحمد لله معناها على كل حال. لكن فما برشا نقاط هامه جدا لازم الواحد يحكي فيهم ولازم يعاود يخمم ويعاود يرتب الموضوع معناها في مخه. اليوم المباراه ما كانتش معناها مباراه عاديه جدا مع فريق عادي جدا
لم نستغل المباراة هذه، لم نستغلها كمباراة تحضيرية لكأس العالم، لم نستغلها كمباراة معناها ترشح لكأس أفريقيا. المباراة معناها ما 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 لا التشكيلة الأساسية كانت هي، لا الاختيار التكتيكي كان هو، لا التغييرات كانت هي. وفي هذه الآونة الحكم محمد التوماني من جزر القمر يعلن على نهاية المباراة بالتعادل السلبي 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب الموريتاني. قلت إلى حد الآن 0-0. سعلي باش نفسحوا المجال قسم الأخبار ثم نرجع نواصلوا في التحليل على المباراة. الأربعة رجعنا لكم جديد في استاد الحياة. نذكر نهاية المباراة بين المنتخب البوتسواني والمنتخب التونسي بالتعادل السلبي 0-0. المنتخب التونسي ليصبح بأربع نقاط عكس المنتخب البوتسواني اللي في رصيده نقطة. نزلت مقابلة ضمن المجموعة العاشرة بين المنتخب الليبي ومنتخب غينيا الاستوائية في غينيا الاستوائية. المنتخب التونسي حاليا قبل ما تتلعب المقابلة هذه غدوة في المركز الأول بأربع نقاط. أكيد سعلي مباراة تونس على الأقل كنا نجمو ننتصر إذا كان عرف كيفاش يتصرف المنتخب التونسي المدرب في التشكيلة الأساسية. هل تعتبرها أنت هالنقطة هذه إيجابية للمنتخب التونسي أو خسرنا زوز نقاط؟ بالتأكيد نحن اليوم خسرنا زوز نقاط، بالتأكيد المباراة كانت في متناولنا، بالتأكيد أن المنتخب تعدى بجانب المباراة، بالتأكيد كون المنتخب ما حضرش المباراة بالشكل المطلوب، بالتأكيد كانت الأهداف متاع المدرب ما هيش أو متاع الطاقم الفني والإداري ما هوش كسب المباراة. بالتأكيد اليوم ما بين الزوز مباريات جربنا أقصى ما يمكن من اللاعبين، بالتأكيد ما ثمش استقرار لا على مستوى طريقة اللعب أو على مستوى التشكيلة. كل هذه العناصر ساهمت اليوم وأكدت اليوم كونه المنتخب ما زال يتخبط. توا يلزم الأمور تبدأ واضحة، قد ما تكون الأمور واضحة عندك على مستوى التشكيلة وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى طريقة اللعب قد ما تنسجم الفريق وقد ما يزيد مستواه. اليوم خسرنا زوز نقاط لكن الخسارة مش كبيرة، الخسارة هي لما أنت تكون مش كفاية مش نوع تعمل، الخسارة لما تكون أنت مذبذب لا بين هذا ولا بين ذاك. انت توا مش تستحق معناها لعدد معين انت لاعبين. توا مثلا اليوم اون بوينت في التشكيله المنتخب التونسي، يا مش تختار تلعب بالجزيره، يا مش تلعب بالجبالي، يا مش تلعب بالخميسي. احنا ما بين زوز مباراة جربنا ثلاثه ولم نستقر، فما واحد وفما ثاني، ما فماش زايد. مش نعبط معناها قعدنا نتخبطوا هذاك علاش ما صارت نتيجه. على الجهة اليمنى يلزم يكون عندي واضح، عندي لاعب يميني محترف دو ميتيي، انا ريير دروا دو ميتيي، ظهير ايمن، هذيك الخط وهذيك لعبته وهذيك شغله. اما مش نجي نروم، معقول انا توا في مستوى كاس العالم ومستوى كاس افريقيا ناخذ نجرب ونروم اللي صار اليوم يلعب يسار غدو يلعب يمين؟ اني راه هذه خطا كبير استراتيجي كبير جدا في المنتخب. اني توا عندي زوز لاعبين في اللعب المحور، لاعبين المحور ما يتغيروش لولا اصابه ديلان، ما يتغيروش. انت تعرف رجوع ديلان مش تولي في مشكل كبير، وهنا مانيش داعي باش اللاعب يلعب رابع وني حشي بزوز. انجح لك الغندري، اثبت على الغندري، مش تقول لي غير قرب باش يلعب في كل اربع مباريات في اربع ايام مباراه، هذا يزمو يتعود يلعب. بالعكس ريزون دو بلوس باش ياخذ اكثر ويلعب وباش اليوم يكون اساسي، خاطر اليوم الغندري كي شفناه ما بين المباراه الاخرى والمباراه هذه فرق كبير ما بين الغندري والعيف. صراحه الغندري اقنع وتخرج كره نظيفه، تخرج كره لاتيرال، تخرج كره ما يلوحش كره، ما يتعش كره، ما يعطيش بال ادفيرسير. هذه اللي شفناها المباراة الأولى واللي شفناها قبل مباراة الغندري. ما فيش داعي باش تغير الغندري. انسجم مع الطالب يخليه. خليه. اليوم معلول، اليوم معلول ما كانش ناجح. لكن أنت كناخب وطني ما نجمش تغير معلول. وتعرفش علاش ما نجمش تغير معلول؟ تعرفش علاش عبد الله؟ ما عندوش البديل. على خاطر ما عندوش بديل، خاطر العادي استهلك ردوا على اليمين. صحيح. يعني أنت توا هذيك الحاجات هذيا
الراجل يدي قاعد تتخبط، ما عندكش حلول، قاعد ترتجل، ماكش واضح، ماكش فاهم روحك. لعبت دو بيفو ما مشاتش، ومش باش تلعب بها في كاس العالم دو بيفو. تروا نحن ربما كات نلعب صحيح، اي نثبت انا تروا بيفو وفرصة باش نزيد ان نظهر مستوى اللاعبين اللي عندي. لي زاتاكون معناها لي جوار دو كولوار يزيدني، اخترت طريقة 4-3-3 ونجحت لي، نواصل بها، ما فيش داعي باش نغير. 4-4-2 هيا ما نجحتش ضد فريق هزيل جدا وضد منافس لم يعطي اوكين ريزيستانس، ما عملش حتى معناها ما كانش صعيب عليك، وما كانش ما ضغطش عليك وما خامش مباراة كبيرة معاك، لكن انت ما نجحتش، لكن انت ما سجلتش، لكن انت ما اقنعتش كرويا. ما لعبناش تعبدينا بجانب المباراة، لعبنا لا خرجنا كرة نظيفة، لا لعبنا على لاتيرو، لا خرجنا كرة بالكدا. بالعكس اني المرة اللي فاتت نتذكر مليح اني قلت ملاحظة واحدة فقط، قلت يلزمنا في الاخر للتقييم النهائي لمباراة غانا غينيا بيساو، قلنا يلزمنا نقصوا من الديشي تكنيك. بالعكس اليوم زدنا في الديشي تكنيك، اليوم زدنا في الكرة الادفيرسير، اليوم زدنا في معناها عدم وضوح الرؤية كلها، اليوم زدنا معناها لاعبين ياخذ الكرة مش فاهم شنو يعمل بها ويغلط وبوكو دو ديشي. اليوم زدنا في الديشي، ممكن الديشي تكنيك الدوبل في المباراة اليوم، وذاك علاش ما ظهرناش. ضيعنا برشا فرص، جاتنا الفرص، جاتنا كورتين على العارضة، وربما التوفيق من عند الله، وربما زاد نحن ما خدمناش للتوفيق، ما خدمناش معناها اللي يلزم يكون يكون، خاطر باش يكون ربي يوفقك معناها في مباراة يلزمك زاد اللي معناها كل واحد ياخذ حقه. ممكن فما ناس ما خذتش حقوقها، فما حاجات تعمل فيهم ما كانتش صحيحة. على العموم مباراة ليبيا، المباراة الجاية شكون صعيبة، مباراة مهمة جدا جدا، مباراة معناها مغاربية، مباراة ديربي، مباراة ديربي، مباراة ديربي، وليبيا مش شوية، وراو ليبيا جينا معانا نحنا تراها ضد غينيا نوعا، وتراها ضد بوتسوانا نوعا، وكتجيك مع منتخب التونسي وتظهر لك بمظهر مشرف جدا ديربي، وراو ما يخضعش للتقييم، ما نجمش يقول مش نربح، وما نجمش يقول مش نتعادل، وما نجمش يقول نخسر. كل الاحتمالات مش تكون واردة ضد المنتخب الليبي، راهم مش يلعبولك بجرينتا عالية جدا، راهم الليبيين واني درب في ليبيا ونعرفهم، راهم الليبيين يغزروا المباراة تونس معناها مباراة قمة، يغزروا لها مباراة فرض الذات، يغزروا لها مباراة كون انا مش نشوف روحي معناها لما يقارنوا رواحهم، يقارنوا رواحهم ديما بتونس، لما يحبوا معناها يعملوا تقييم على اللعب التونسي، المحل التونسي، التونسي، الاكل التونسي، كل شيء على تونس معناها. فاليوم مباراة مش يفرضوا رواحهم زاد كلاعبين يحبوا يظهروا كلاعبين باش ينتقلوا للدوري التونسي، يعنيها معناها تونس تمثل حاجة كبيرة برشا في الميدان الرياضي. تعرف نحن في تونس في ليبيا معناها في المنطقة الشرقية أكثر من 20 مدرب تونسي ما بين الممتاز والدرجة الأولى. فاللاعب الليبي معناها يلزم عنده لما يلعب ضد المنتخب التونسي وضد تونس يعني يحس ان ديفي كبير برشا، ويحب يعمل حاجة معجزة. وانت تشوفهم ما تقول لذم مشمومة معناها تقول ناس اخرى هبطت، فهمت؟ فنحن مباراة صعبة لازم نثبت توا، انا شفنا مباراة غينيا وشفنا المباراة هذية، لازم نحط الناس اللي لعبوا وكانوا جيدين ما بين الزموابتين، لازم نثبتهم في تشكيلة أساسية، ولازم نلعب بنفس 4-3-3، ما نقعدش نتنطط على مستوى لاكس، لازم نختار اللي نجحوا هو الطالبي والغندري، ما تجيب ليش حاجة أخرى ثالثة ورابعة وخامسة. الظهير الأيسر معلول والعابدي احتياط، العابدي معلول احتياط، ما تجيب ليش العابدي على اليمينه وتعمل لي في الحلول الواحد. على اليمين عندك دراجر، اذا مش موجود تشوف انت تو تلقى حل لروحك،
ما نقعدش انا السنه في كاس العالم بلاش ظهير، وما نقعدش السنه في كاس افريقيا بلاش ظهير، وما نقعدش تصفيات بلاش ظهير. لازم عندي حل اول وحل ثاني، وما نقعدش نروم. راهم مش راهي مشي باهي راهي العمليه، راهي يقول لك معناها دوله كامله ومنتخب كامل و28 جوار وليست الارجي، ما عنديش دوزيام ارير دروا في تونس كامله ما ولدتش، ولدت كان واحد بركه. تو انا نسال سؤال سي علي، واش ديك شريدة وينو؟ شوف هنا لازم يحل المشكله نتاعو، عنده برشا اختيارات، عنده بتاع بنزرت اسمه اللي خرج مشى لمصر ورجع، وعن يلزمك انت تلقى حلول. ما تحبش انا راه واحد اليوم يلعب ظهير ايسر غدو يلعب ظهير اي، هذه بصراحه ما نحبش انا راه البيفوات لي ميور تاو كيما بالاقناع العيد اني معناها احسن تاو، معناها كيما قلت انا في الماتشات سابقا معناها اقنع وسيقنع ومازال مش يقنع، فهمتني؟ انت تحط معاه فرجاني وتحط معاه بالرمضان وتحط معاه السليتي وتحط معاه حنا بعد، يلزمك تو حنا بعد اليوم لعبوا بخمس دقائق مارشات ايتيولار اليوم لعبوا بخمس دقائق، اش معناها؟ انا كلاعب انا كحنا بعد شنو نتصور؟ ولا اليوم الاداء كان خايب برشا وما قنعتش ومونتالمون نبدا ما 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 منيش باهي ونفسيا يتحطم. صحيح. انت توا ماك لعبته تواصل في نفس الخط. اخترت عملت ان شوا تواصل فيه. اما اليوم هاو لعب بن سليمان، هاو فلان، هاو فلان، هاو فلان، تكثر في الشوا راهو مش باهي. راهو مش وقته. اعمل دي ماتش اميكو. اعمل دي كذا. كثر، بدل، غير، ما عندكش مشكل. اما مدي ماتش اوفيسيال. يزمك تكون ترونشا، يزمك تكون كلارينات، يزمك تكون واضح في اختياراتك وما فماش لبس. هذا الاول، هذا الثاني، هذا يخرج، هذا يجي، هذا يلعب على فوق معناها على رجله العكسيه، هذا يلعب، معناها تبدا واضحه امورك. ونخدموا على الانيماسيون ونخدموا على السرعه، السرعه في الانيماسيون معناها اني عندي تكتيك معين وعندي اسلوب معين. ايه مش نلعب في 3 3، ايه ومن بعد شنو المطلوب مني اللي ما يتكلموش عليه في برشا حاجات؟ المطلوب السرعه، المطلوب السرعه في الانجاز، خاطر هي معناها ترانزيسيون اوفنسيف ولا ديفنسيف. ايه وباش تولي كيب باهي شنو هي السرعه في التنقل من الترانزيسيون اوفنسيف للترانزيسيون ديفنسيف. هنا السرعه ذي هي اللي يلزمها وقت ويلزمها تشويات ويلزمها كل شيء. اما انت كي تبدا كل مره تشكيله وكل مره كذا، انت قضيت على السرعه وقضيت على التنقل وقضيت على البلايس وقضيت على المنظومه وقضيت على الاسلوب التكتيكي في اللعب. وحتى تغيير فرجاني سيسي اعطاك بطء، نعرفوا خسر برشا كور في وسط الميدان، اذا كان في نيفو كيف هكا في كاس العالم مع يعني ملاعبيه عالميين، اذا اقل هفه مش تصير في في الوسط ولا في المحور الدفاع مش تتكلف لك كاش. ما ونحنا مش نحكيو على بوتسوانا رانا. انا راني اليوم توا كي نحكي معاك توا اليوم راني مشي نغزر البوتسوانا. خاطر بوتسوانا عمرها ما كانت ريزيستانس ولا عمرها ما عملنا اليوم مباراة ما كانتش معناها في المستوى وما قلقتناش وما هواش الادفيرسير اللي مش نلعبوا له. ما وصلناش للكاش. هذايا راهو مترقيمها 149 عالميا، راك مش تلعب مع الاول عالميا. ومش تلعب على العاشر عالميا العشرة الاولانيين مش معقول. هذا كل والمش دي مش الدشي عملوا الفرجان الكلهم عملوا اغلاط والكلهم دي بالا لادفيرسير والكل خاطر الشمام تكتيك مش واضح. لا شيمينمون دو لا بال خروج الكره ومنين تخرج الكره كيفاش تتعدى مش واضح. على خاطر الانسجام في المحور في الوسط في الهجوم مش واضح. على خاطر انت مستانس تلعب واحد بركة اون بوانت حطيت الجزيري والجبالي مش موافحين ما نجموش يخدموا يجيو في بلايص بعضهم ويحرموا على بعضهم معناها ما نسجموش مع بعضهم. يعني اليوم الشوا الكل كانت خارج الموضوع الاختيارات معناها ما نجمش اليوم مثلا نجي نقول اخي بلاعب ولا احسن لاعب. علاش؟ خاطر كل شيء ما مشاش ولما ما يمشيش كل شيء ما نجمش نقيمه وهذه المشكل الكبير هو لما ما يمشيش كل شيء لما يمشيش كل شيء هذا المشكل. والله نفشل ولا ما يمشيش في جزء معين في كذا ونمشي في حذاء منه ومن يتعدى. اما مع اكيب 149 واكيب مليون بظهر بالمستوى هذا وما يمشي شيء
هنا هنا نقطة الاستفهام الكبيرة. راجعوا رواحنا، راجعوا اختياراتنا، الفو اتر ديتيرمينون. يلزم توا نكون ترونشون، اختياراتي تتقلص وتتوحد. عندي اختيارات ما نخليهاش ما نوسعش توا، يلزم نضيق. وكي نعطيك فرصة نمشي معاك جوسكو بو، نعطيك ونعاود لك ونعاود لك ونعاود لك باش نطلع حقيقتك، حقيقتك المستضر هذه في كأس في قطر، مش حقيقتك مش طلع حالك ضد بوتسوانا وضد غينيا. إيه عملت ان شوا في جوار ولا في كذا، ما عادش نجم نغير يا خويا، ما عادش نجم نغير. موش مسموح لك باش تغير. خذيت ان شوا جوسكو بو وتتحمل مسؤوليتك. اش معناها فني؟ اش معناها؟ اقل اغلاط من الانسان العادي يعرف هذا هذا خذيت هذا خذيت هذا سايه سايه، ما عادش نقعد نبدل ونغير ونعمل وقادي. حتى اذا خذيت ان شوا وعن دوزيام شوا ونتلها بالمنظومة ونكان نختم على روحي. اليوم حسينا برشة تذبذب، حسينا معناها ما 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 اليوم اليوم بقطع النظر، يعني من اول من اول الحصة اليوم من اول المباراة بقطع النظر على النتيجة. والله حتى لو كان فوزنا اليوم 4 و5 و6 نفس غاني رانا ما نشي راضيين بالطريقة هذه بالاسلوب هذا، خاطر فما نقاط مش معقولة تتو على مستوى منتخب راه وتصير. صدقني انا لما نكون في الديريكسيون تكنيك لي جان ومدرب ناشئ بادي في نعطيه طريق معنا ايكول ولا مينيم ويعمل غلطات كيما هكا نجي ونحاسبه مش معقول. فما بالك على اعلى مستوى قمه الكره في تونس وقمه الناس تتفرج فينا وتغزلنا بالعين الكبيره. واضح هذا ان شاء الله نصلحه وان شاء الله نقدموا مباراه جيده. رانا نحن كتوانسه تهمنا باش نفوزوا على ليبيا وتهمنا باش نقدموا مباراة جيدة ضد المنتخب الليبي. وننتظروا تو مقابلة المنتخب الليبي غدا إن شاء الله ضد غينيا الاستوائية. نفرض في صورة انتصار المنتخب الليبي يصبح 6 نقاط، المنتخب باش يولي حتى من الناحية النفسية باش يولي متحمس أكثر، مع كما قلت أنت لقاء دربي باش يكون صعيب برشا. هذا هو هذا هو نحن اللي خايفين منه معناها. فهمتي؟ مش خايفين منه بشكل كبير لكن. ولكن هذا اللي لازم نحتاطوا منه. بكرة ممكن يفوز وعادي باش يفوز، راه المستوى نتاع غينيا اللي شفناه ماشي يكون مستوى كبير. فهمت؟ فنحن ان شاء الله معناها نفهموا روحنا اكثر وان شاء الله نصلحوا امورنا اكثر وان شاء الله معناها يكون الحظ حليفنا ونعمل منتخب. انا تهمني باش نكون منتخب، مش نكون مجموعه تلعب منسجمه وتلعب مع بعضها وتخدم مع بعضها وتؤدي اداء طيب. لما تشوف مباراة تشوف كرة باهية وتشوف خروج سليم وتشوف تشوف برشة تشوف معناها تشوف كرة يزينا من نشوفه تبديل لاعبين حبوا توا نشوفه كرة. نتمنى ونحن الاستقرار، الاستقرار الفني هذا مطلوب جدا توا وقته استقرار، ما هوش وقت تجري يا ودي. رانا عنا تراب طول عمرنا ونحن نجرب وتعبنا من التجرب، لازم نستقر وتوا سي ونقلص في الاشواء ونخدم على تاريخ اللعب. ما تراش حتى غياب يوسف المساكني حتى صاحب خبرة عنده زاد دور كبير، غياب نتاعو يكون نجم يكون مؤثر. المساكني ما غايب شنو؟ سبب صحية، سبب صحية. إيش نقول لك؟ شوف شوف تدرب مع المنتخب الأولمبي. شوف خلينا نقولوا حاجة فما ماتشوات يوسف المساكني ما يحبش يلعب، وحتى واحد في تونس ما يتجرأ باش يقول، ونحن نعرف نحن ديما تونس أسباب صحية الماتش الجاي يصبح يلعب ما بيناته من هاري. فإيجا نقول لك المساكني، المساكني ستانة تركا، المساكني جوار امبورتون كي يبدأ في فورما، جوار امبورتون كي يبدأ هو عنده لونفي، جوار امبورتون كي يبدأ حاضر في مخه. بقينا المساكني ما عادش بدنيا ينجم يلعب مباراة كبار. اليوم مباراة مش نتاع المساكني، مباراة الاكستريور مش نتاع المساكني، وهو أصلا ما يحبش يلعب، حب يلعب مباراة في تونس قدام الجمهور ويهبط في اوقات معينه كيما الماتش اللي فات دو بوت والراجل معناها عمل اكسبلوا. اجيت هبطوا اليوم في مباراه يجري ما يجري ما يخلطش على الكره كيما اليوم ما ما ما, 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 ما هو اموفي شوا كان تحط المساكني اليوم، خاطر مش مباراته. والله سليتي يضرب ويتيح ويقوم ويعاود يضرب اوكي والله ما يسالش، اما في راس بالعربي جري وطا وشاط وعمل له ما نجمش يعمل المساكني. تقييمك لعصام جبيلي او اللقاء ليه
والله عصام جبالي ما شفناهوش. عصام جبالي الشوط الاول عداه شوط محترم جدا، جريه اكثر من الجزيري وخدم وتحرك وعمل، ولكن ما شفناهوش. كي نقول ما شفتوش انا يلزم تتكرر وجود عصام جبالي باش نجم نحكم عليه. اما انت توا لا نعرف الخنيسي انا توا ولا نجم نقيم عصام جبالي، هذا خذا فتيته وهذا خذا فتيته، مش معقول. انا سور تيران كفني يا ولدي مش ناطي. هي لا جيرونس شنو هي؟ اونجير كوا في الفوتبول؟ راه فما برشا ناس ماهيش فاهمه. اونجير كوا شنو معناها؟ شنو اونجير؟ ان طون دو جو، توقيت اللعب. نحن توقيت اللعب هو اهم شيء، لا جيرونس في توقيت اللعب. اذا طون دو جو نعطيه انا لجبالي على حساب الخنيسي، جبالي مش يتحسن وما تشوفوه. اذا طون دو جو مش نعطيه للخنيسي على حساب جبالي، اذا هذا شوي وهذا شوي ما فهمت شيء انا. يلزم ان شوا، مش نختار جبالي نكمل في جبالي، اخترت الخنيسي نكمل في الخنيسي، باش انا نفهم وهو يتحسن وينسجم. ما نظلموش، ما نظلموش، هما ثلاثه جزيري جبالي خنيسي، يلزم ان ودو وتروا اون بوينت. يعني تو لعبتهم ثلاثه ما فهمت شيء، وحتى اللي ريني لعب تحت المهاجمين ما فهمت شيء. يعني ما شبعناش بيه، ما عطيناهوش فرصه. أما جبالي اليوم قدم مباراة محترمة، كان أفضل من الجزيري. أنا اليوم شفت جبالي الشوط الأول كان يتحرك وخدم وجرى وعمل كل شيء. فهمت؟ لكن أنا توا تمنيت الجبالي واصل، أو تمنيت اليوم ما يهبطش جبالي نهائيا، يقعد الخنيسي. يا أخوي ماك جربت دخلت به، أعطيه الشوط الثاني. أما أنت توا وقت اللي هو يبدأ يدخل في اللعب تجبده. وقت اللي ما لا فهمناش هذا هو التذبذب. هذوما ما ثلاثة اللاعبين هذوما ما بين الخنيسي وما بين الجزيري وما بين جبال. تو كان تقول لي احسن لاعب فيها مش كنت هذا. والله مش نفهمي، مش نفهمي، مش نفهمي. وهذا هو الحيرة، هذه هي اللي تضعف من قيمتنا الفنية وتخلينا معناها مذبذبين. ماناش دي ترانشون، يلزمك خذيت جبالي تقعد بجبالي تكمل بيه. هو كي يلعب زيد ماتش يتحسن ويعطي مردود اكثر. خذيت الجزيري تكمل بالجزيري، ان شاء الله المستوى يتحسن في قادم المباريات والتشكيله تكون مستقره. هكا نطويو صفحه المنتخب الوطني التونسي اللي تعادل 0-0، 4 نقاط في المركز الأول. المركز الثاني للمنتخب الليبي ينقص مباراة. المركز الثالث منتخب بوتسوانيا نقطة. المركز الأخير غينيا الاستوائية تنقص مباراة غدا مع المنتخب الليبي. قبل ما ننهيو الحصة باش نذكر بالمقابلات بدوري الأمم الأوروبية اللي تلعبوا اليوم. فما مقابلة تلعبت مساعتين، سان مارينو انهزمها من مالطا 2-0. بقية المقابلات الخمسة متاع العشية، جبل طارق يواجه مقدونيا الشمالية، نفس التوقيت قبرص باش يواجه ايرلندا الشمالية، 8 غربوع بقية المقابلات، كوسوفو باش تواجه اليونان، التشيك باش تواجه اسبانيا، البرتغال باش تواجه سويسرا، بلغاريا باش تواجه جورجيا، صربيا باش تواجه سلوفينيا، و8 غربوع السويد باش تواجه النرويج. كل المقابلات قلت تتلعب ما بين الخمسة نتاع العشية والثمانية غربوع. مقابلات بالنسبه لدوري الامم الاوروبي. هكا وصلنا لنهايه الاستاد الحياه والنقل المباشر للقاء المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. نذكر نهايه المباراه بالتعادل السلبي 0-0. شكرا لك سالي المحلل الفني، شكر خاص لأمل أبو خيت اللي كانت في الاخراج التقني، وكذلك سهيل السامي في الاخراج الرقمي. هكا وصلنا لنهاية حصتنا، ملتقانا الأسبوع القادم. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. استاد الحياة، برنامج أسبوعي نتناول فيه أخبار الملاعب وجديد عالم الرياضة، أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى، نتائج الدورية المحلية والبطولة العالمية، وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة. عيش السبور في استاد الحياة.